السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening, ladies and gentlemen. Please, for the English speaking, put on your headsets because this lecture will be conducted in Arabic and there will be live translation. But make sure that you don't turn the volume very high because you will be, your neighbor will be listening to the translation. Yeah, make it as you are comfortable with the volume. Thank you very much for coming. We see all you also always new faces. And let's welcome the big photographer, Baha Al-Qazwini. Yeah, he is our old friend. And finally, he made it in HIPAA here. And I think his topic today is a very interesting topic. We never had it before. Is to use the speed light flash as a studio flash or to use it in a very creative way. I wish you will have a very nice and interesting lecture and some orientation. We will have 15 minutes break as usual, and we will finish approximately at 4:45. Please, after finishing, go directly to the reception and take your certificate because we want to go home. And don't forget, this lecture is live streamed. Please, if you wish, you will find the live streaming link in our YouTube channel. If you wish to send it to anyone who can not or who couldn't make it to come here today. Enjoy the lecture and Happy New Year. مشكور استاذ علي يعطيك الف عافيه يعطيكم الف عافيه السلام عليكم حياكم الله وسلم نبلش اليوم معاكم احاول كثر ما اقدر اني اعطيكم معلومات بشكل مختصر اللي عنده اي سؤال في عندنا نوعين من الاسئله في سؤال قصير يكون خلال الشرح وفي سؤال يكون في النهايه عشان لا واحد ينسى فاللي عنده سؤال بسيط يقدر يساله ما عندي اي مشكله ويعطيكم الف عافيه. موضوع السبيد لايت موضوع جدا مهم وحي وممكن المصور يستفيد منه بالشكل الصحيح واليوم كان عندي مناقشه مع استاذ علي يعطيها الف عافيه اعطتني فكره وايد حلوه ما بيخرب الفكره الحين بس شيء حلو له علاقه بالسبيد لايت ان شاء الله ممكن نطرحها من خلال هبه في المستقبل القريب اذا الله سهل. السؤال رقم واحد كم واحد يستعمل السبيد لايت؟ 1 2 3 4 5 6 يعني تقريبا ثلث العدد اللي موجودين. في شغله مهمه احنا قاعد نستعمل السبيد لايت بشكل مبسط في كثير من التقنيات اللي موجوده في السبيد لايت قاعدين نهملها ما قاعد نحطها في نظر الاعتبار. انصحكم بعد هذه الورشه نصيحه مهمه جدا براكتس جربوا براكتس 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 التجربة مهمة جدا لأن التجربة هي اللي تعطيكم أسور ناجحة وهي اللي تنقلكم من مرحلة الأعمال التقليدية إلى الأعمال المتميزة. خلونا نبلش الحين في البرزنتيشن. في هذه الورشة تنظيم هيبا وتنظيم نايكون سكول ونبتدي أول شيء بتكلم بشكل بسيط عن نفسي عشان بعضكم يمكن يبي يعرف باك جراوند عني. بديت تصوير سنة 1984 حصلت على انترناشونال ديستنكشن او التصنيف الدولي سنة 1997 كمصور دولي وحصلت على كثير من الانجازات والجوائز الدولية خلال هذه الفترة يعني من 97 ولهذا الوقت. أمارس عملي في التصوير الفوتوغرافي فول تايم دوام كامل. التارجت الرئيسي أو الهدف الرئيسي لشغلي هو التدريب. عندنا شركة بالكويت. الشركة هذه تسوي ورش ودورات داخل الكويت وبالخليج وحول العالم. شخصياً أنا استعمل سبيد لايت في كل سفراتي، يعني وين ما تكون عندي سفرة، وين ما تكون عندي ورشة، السبيد لايت يكون موجود معي. وبعد شوي تشوفون وين بعض الأمثلة عن استخدامات السبيد لايت. بتكلم بشكل بسيط عن هذه الصورة. هذه في مزارع الشاي في سريلانكا بعد الشروق تقريبا خلال نص ساعة. الهدف الأساسي للصورة هذه إني أبرز جو المكان مع الشخص اللي قاعد يشتغل. فنشوف هنا
امرأة كبيرة بالعمر، واستعملت الفلاشات في زاوية منخفضة بين الزرع عشان تعطيني تاتش اوف لايت على الأوراق الشاي في نفس الوقت على الوجه. فهني هذه نقدر نخلقها في سبيد لايت. لو أصورها من غير استعمال سبيد لايت بتكون صورة عادية جدا ومكررة وما فيها روح. هذه الصورة لا تنقلني من مرحلة التكرار في الأفكار إلى مرحلة أن في خطة وفي فكرة للصورة. Introduction، مقدمة. هذا السيت اب اللي أنا استعمله في شغلي بشكل رئيسي، سواء أصور وايلد لايف الصورة اللي على اليمين وايلد لايف تصوير حياة برية، والصورة اللي على اليسار حياة الشارع. تشوفون مجالين مختلفين، قاعد استعمل السبيد لايت، قاعد استعمل الفلاش. قبل شوي قاعد ناقش واحد من الاخوان على موضوع استعمال الفلاش. اذا تبي تبدا في عملك لابد انك تخصص وقت لفهم السبيد لايت عشان تقدر تستعمله. يعني باحيان انا اسافر اخذ معي عده كبيره، جنطتين، ثلاث جنط معدات، اخصص الجزء الاول من الرحله او الورشه لهذا النوع من المعدات، الجزء الثاني من الورشه او الرحله لهذا النوع من المعدات، الجزء الثالث للنوع الثالث. ما اسوي تداخل بالمعدات، وكل جزء اعطي وقته عشان يكون في تركيز اكثر على العمل. نروح الى نايكون سبيد لايت. البرزنتيشن طبعا مجهزه بالانجليزي بس اترجمها لكم بالعربي، لا تحاتون في هذا الجزء. الفلاش النايكون في داخله مكثف كاباسيتر، مهمه هذا المكثف انه يرفع الفولتج لاربع بطاريات. احنا عندنا داخل الفلاش اربع بطاريات، صح؟ اربع بطاريات، مجموع الفولتج لاربع بطاريات 6 فولت، صح؟ هل ال 6 فولت تكفيني عشان احصل على اضاءة الفلاش القوية وايد البرايت؟ لا، في عندي داخل الفلاش عندي كاباسيتر مكثف يرفع الفولت من 6 الى 340 فولت. من يرفع الى 340 فولت عشان يعطيني الاضاءه القويه اللي ممكن تنور او تعطي اناره للاماكن اللي فيها ظلام او الاماكن اللي فيها اضاءه ضعيفه. في شغله بعد ثانيه، وين نستخدم الفلاش؟ نستخدم الفلاش في التصوير في الاضاءه الضعيفه، لو لايت. يعني مثلا لو اطفي الليتات هني ظلام، اذا واحد يبي يصور بدون الفلاش نقدر نصور ونشوف الاشكال اللي موجوده او الحضور اللي موجودين؟ لا. فاذا احتاج فلاش اذا اصور في الاضاءه الضعيفه داخل البيت بالظلام دسك تايم وقت الغروب في اي مكان اضاءته تكون ضعيفه. فهذه عندي الاستخدام الاول للفلاش. الاستخدام الثاني للفلاش يكون مع ضوء النهار، داي لايت. متى يكون مع ضوء النهار؟ إذا محتاج أقلل مناطق الظل اللي موجودة في الموضوع. يعني الحين أنا لابس كاب، لو تصوروني تحت أشعة الشمس والشمس عمودية يصير ظل هني، صح؟ فأستعمل الفلاش عشان ينور مناطق الظل اللي موجودة. فهذا الاستخدام الثاني للفلاش. كثير من الناس يعتقد أن الفلاش بس لتصوير في الإضاءة ضعيفة، لا، حتى في إضاءة النهار نستخدمه. بوريكم أمثلة لهذا الموضوع. الجزء الثالث، إذا أبي أستخدم نايكون Creative Lighting System، هني ايش بسوي؟ اشبك الفلاشات مع بعض، اشغلها كشبكه مع بعض، من فلاشين الى 18 فلاش. اقدر اكون شبكه من الفلاشات تعطيني تاثير الاستوديو، تعطيني مثلا اذا في مكان في داخل بيت وفي اماكن اضاءتها ضعيفه، في غرف اضاءتها ضعيفه، فاستعمل الفلاش عشان انور هذه الاجزاء، فاقدر استعمل من فلاشين الى 18 فلاش. هذا هني عندنا مظهر داخلي للفلاش. ليش انا حاط لكم هذه الصوره؟ لان في معلومه مهمه جدا، اذا لا سامح الله يطيح الفلاش على الارض وينكسر لا تمسكه بايدك. ليش؟ لان قلت في داخل الفلاش في عندنا مكثف. المكثف يرفع الفولتج، يرفع الفولت الى 340، فاذا امسك انا المكثف ايش بيصير؟ يروح الى العالم الاخر. فلذلك انتبهوا لسالفه الفلاش، من تستعملون الفلاش لا يكون في يدخل داخله ماي
ولا اني استعمل الاجزاء الداخليه في البعض. انا اعرف بعض الاخوان طبيعته انه يقعد يتعبث يبطل الشغلات، فمن يوصل فلاش اقول له لا تحط ايدك بالفلاش لانه خطر عليك، خله للاستعمال المحدد له. يوز نايكون سبيد لايت. في شغله مهمه عندنا في تخصصات اللي نستعمل فيها السبيد لايت. البعض يعتقد انه بس اصور شخص وخلص، لا اقدر استعمل السبيد لايت في كثير من التخصصات، وبعطيكم امثله الحين وبتشوفون هذا الشيء. قاعد استعمله حق بورتريت، تصوير الاشخاص برا. مثل ما قلت اذا كانت الشمس عموديه دائما اذا الاضاءه تي من فوق، اي اضاءه كانت، حتى لو كان عندي اباجوره، كان عندي كشاف، اذا تي الاضاءه من فوق المناطق الداخليه اللي موجوده في الرقبه هني تحت الخشم داخل العين تبين دارك سوداء، فاستعمل الفلاش عشان انور هذه المناطق. فلذلك استعمل الفلاش لتصوير الاشخاص برا. في نفس الوقت هذا استوديو من خلال السبيد لايت. اللي ما عنده خبر يمكن يعتقد ان هذا معدات استوديو، لا سبيد لايت. فاقدر اصور في البيت، يعني حتى احيانا اطفال اذا في مناسبه وعده الاستوديو تكون مو موجوده تحت ايدي، استعمل سبيد لايت، اخلق استوديو واصور، ما عندي اي مشكله في هذا الموضوع. حق تصوير الودنج، تصوير مناسبات الزواج، هني انا نستعمل ثلاث فلاشات على اليمين عشان انور الوجه والملابس حتى احصل على صوره بهذا الشكل. وايلد لايف، من اسافر الى تنزانيا عندنا بعض الورش في تنزانيا وجنوب افريقيا، نحتاج اني انور الصوره. اذا تشوفون في اي كونتاكت، في عندي لمع بعين الاسد. ليش نحتاج اللمعه هني؟ لان وقت التصوير كان غيم وعندنا التباين بين الضوء والظل قليل، فاحتاج الى اي كونتاكت عشان انور منطقه العين. ستريت فوتوغرافي، في حياه الشارع ايا كان، هذا بياع موجود في الشارع فصورته بهذا الشكل. فوتو جورناليزم، اذا عندي رساله، عندي مسج ارغب اني اوصل هذه الرساله، فاستعمل السبيد لايت. يعني هنا انا مستعمل ثلاث فلاشات، وباحيان نستعمل اكثر، اربعه وخمسه، يعتمد على الفكره، يعتمد على انا شبي. احنا بعدين ان شاء الله في نهايه السيشن في موديل بتي اللي جايب معاه كاميرا يقدر يجرب، او انا اصورها كم صوره اوريكم نتائج استعمال السبيد لايت. فاشن، اقدر استعمل بعد السبيد لايت. ما في حدود لاستعمال السبيد لايت، انت اللي تخلق الحدود. فاذا افهم عدتك وبعدين ابتدي تسوي تجارب عليها عشان تحصل على افضل الاعمال. شوتينج مود تكنيكس، خلونا نروح الى الكاميرا. الكاميرات تختلف على فكره، التحكم بالكاميرا يختلف على الموديل. يعني اللي عنده كانون، كانون كم نوع فيه؟ انواع وايد. اللي عنده نايكون كم نوع فيه؟ انواع وايد. اللي عنده سوني كم نوع فيه؟ انواع وايد. يعني كل شركه تنتج مجموعه موديلات مختلفه المواصفات، فصعب اني انا بهالحاله اني اضيف كل الانواع هني واقعد اشرح عليك النوع. بس ابي اتكلم عن شغلتين مهمين. بس اشوف الليزر بوينتر هذا وين صار، ميدل. اوكي، الاجزاء اللي تتحكم عندنا في اضاءه الفلاش، تشوفون هذا القرص الدائري اسمه مين دايل، وهذا اسمه سب دايل. بعض الكاميرات يكون فيها تو دايلز، قرصين، واحد امامي واحد خلفي، وفي بعض الاحيان يكون لا بس واحد، يعتمد على مواصفات الكاميرا. هذيل اللي نحتاجهم نتحكم فيهم في موضوع الفلاش، وبعد شوي اتكلم عن العوامل اللي تاثر على استعمال الفلاش. كنترول ذا سبيد لايت، شنو الشغلات اللي تتحكم في إضاءة الفلاش؟ هذه مهمة جدا. أول شيء عندنا فتحة العدسة، الأوف ستوب. من المشاكل اللي أشوفها في بعض الأحيان في الصور اللي تجيني في الورش والدورات، الصورة تكون إضاءتها خافتة، دارك، غامجة. يقول لي أنا استعملت الفلاش بس الصورة عندي غامجة، ليش؟ لأن هني استعمال فتحة العدسة غلط.
بدل ما استعمل فتحة عدسة مثلا 4 يحط فتحة العدسة 16 أو 22. فهني مدى الفلاش يقل عندي، فعشان أزيد مدى الفلاش أروح إلى فتحة العدسة، كل ما أصغر رقم الاف ستوب فتحة العدسة يزيد عندي مدى الفلاش، يوصل مسافة أكثر. وكل ما أكبر الرقم يعني أروح إلى 16 أو 22 بيصير المدى يقل. أوكي، فلذلك إذا نبي نصور مجموعة أشخاص، عندي أنا الحين أبي أصوركم كلكم وأبي أضمن أن الكل يكون واضح، كم فتحة العدسة اللي يستعملها؟ 11 above 8 16 8. توني قاعد أقول إذا استعملت رقم كبير الفلاش ما يعطي إضاءة كافية، شنو الحل البديل؟ هنا أعطيكم الحل البديل، انتقل للحل البديل الثاني هو الاي اس او، الايزو، ارفع الايزو. اذا انا محتاج اني اصوركم كلكم عندي فلاش واحد، ايش بسوي؟ اول شيء استعمل عدسه وايد انجل، زاويه واسعه. ليش؟ حتى لا ابعد وايد، كل ما ابعد عن الموضوع يقل مدى الفلاش، تقل ضربه الفلاش، وكل ما اقرب من الموضوع يزيد قوه الفلاش، يصير برايتر. فإذا أبي أصوركم، إذا محتاج إني أصور كل المجموعة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أستعمل عدسة وايد أنجل، زاوية واسعة، وأصور من مسافة قريبة وأرفع الآيزو. إذن الآيزو يأثر على مدى الفلاش. بس في ملاحظة، كلكم تعرفون، الكل يعرف معنى الآيزو، في أحد ما يعرف الآيزو؟ All of you ISO ISO. إذا أرفع الآيزو إلى رقم كبير 6400، إيش بيصير بالصورة؟ صار عندي noise وgrain. فإذا إيش كثر أرفع فتحة العدسة؟ إيش كثر أرفعها؟ يعتمد على الكاميرا. ممكن بعض الكاميرات 400 400، كاميرات 800، كاميرات 1600 F-600، بس لا أصعد فوق أروح 10,000. ليش؟ إذا رفعت في الآيزو إلى أرقام كبيرة صار عندي نويز وغرين، فما ينفعني. فإذا هني انتبه إلى الآيزو إيش كثر أرفع. ليش يختلف الآيزو؟ لين على حسب مواصفات الكاميرا. الفول فريم تختلف عن الكروب فريم، الشريحة الكاملة تختلف عن الشريحة الصغيرة. تعرفون هالمعلومة هذه؟ السنسر الصغير ما أقدر أرفع فيه الآيزو لرقم كبير مثل السنسر الكبير. كل ما يكبر عندي السنسر أقدر أرفع الآيزو أكثر من السنسر الصغير. هذه ملاحظة مهمة جدا. فمن أستعمل الفلاش ما أرفع الآيزو إلى أرقام عالية، ما أروح إلى 6400، ما أروح إلى 10,000، أستعمل 800 800 مثلاً 1600، حد ما أصعد فوق. أوكي، العنصر الثالث اللي يأثر على الفلاش العدسة، الفوكال لينث، العدسة. الفلاش يضبط نفسه بنفسه، الهيد يضبط نفسه بنفسه. شلون يضبط نفسه بنفسه؟ يعني من أركب عدسة 50 ملم وغير من 50 مثلا الى عدسه ثانيه الى 200، الهيد الفلاش يغير نفسه بنفسه، يضبط المسافه. ايش كثر عندي الرينج؟ معظم الفلاشات الكبيره اللي تكون اكبر شيء في كل شركه يكون الرينج عندي من 20 ملم الى 200، بس اغير زوم العدسه الفلاش يضبط الاضاءه على حسب المسافه. اذا الجزئيه المهمه اللي بشرح لكم، إذا استعمل عدسة زاوية واسعة وايد أنجل، اللايتنج أكثر ولا أقل؟ كل ما أزيد الفوكال لينث أو رقم العدسة يزيد مدى الفلاش. قبل شوي قلت ملاحظة، قلت استعمل وايد أنجل وأقرب، قبل شوي قلتها بس بشكل ثاني.
من استعمل عدسه 17-35 وين عندي الاضاءه اكثر 17 ولا 35 35 من يكون عندي عدسه 24-120 وين عندي الاضاءه كرنج اكثر بال24 ولا 120 120 فعندنا ثلاث عوامل هذه اللي امامكم قدامكم اللي تحكم بقوه الفلاش 3 فاكتورز نشوف هذه الصورة ثلاث فلاشات السيت اب اللي شفته في بداية البرزنتيشن استعملت ثلاث فلاشات مع عدسة تفضل لا لا بشكل عام بشكل عام تي تي ال مانوال بشكل عام ما فيني اتحكم بالفلاش هو اتسلف I can manipulate the flash itself. يعني يتحكم بقوته. يعني فرضاً حطيته على 120. أوكي. فيني ضعفه شوي. وفيني هذا بالcompensation. أنا قاعد أتكلم عن normal power. يعني إذا تركب الفلاش على through the lens. هذا الحكي كله تمام. زين. بس إذا بدي أحطه على المانيوال صرت أنا بدي أتحكم فيه صح؟ بالمانيوال يعتمد على المسافة بينك وبين الموضوع. يعني هو. يعطيك full power. بالمانيوال يعطيك فول باور على حسب مسافتك يعني انا سؤالي اذا حطيت الفلاش على الام على المانيوال اوكي او على شيء ثاني في شغلات ثانيه غير التي تي ال في مانيوال وفي في اوتو في اوتو تي تي ال مانيوال وفي كمان حسب الزوم او هيك قصص هلا من الجايد نمبر بيتحرك لا اذا قمت العدسه الوايد وحطيت الزوم انا حطيت البيتين بدي اصور وايد لايف اوكي بس لسعته على الام منه تي تي ال اوكي يعمل بيرجع لورا نفس المبدا نفس النتيجه نفس النتيجه يضبط الهيد يضبط نفسه على 200 اوكي سواء مانوال او تي تي ال او اوتو لحاله بيفهم اي بروح يعطيك العافيه على السؤال في عندنا بعض التقنيات اللي موجوده بالفلاش اللي نقدر نصنع منها صوره، على فكره موضوع الفلاش موضوع كبير يعني ساعتين ونص مو وقت كافي ان نوصل لكم كل المعلومات، فقاعد اعطيكم الشيء المهم اللي يخلق منكم فنانين في السبيد لايت. عندنا اول شيء بالنسبه للعدسات. بالنسبه للعدسات عشان نختار العدسه في شغله مهمه. في عندنا بوينتس موجوده في عندنا ملاحظات لابد اني احطها في بالي عشان اعرف شلون استعمل الفلاش بالتزامن مع العدسه اذا انا قاعد اصور وايلد لايف اسد لاين ويبعد عني مسافه 200 متر 200 متر مسافه بعيده ولا قريبه بعيده اوكي زين هل يصير استعمل عدسه وايد انجل لتصوير الاسد؟ تصير نقطه ما يبين عندي حجمه صغير يبين فوين اتجه الى العدسات التليفوتو؟ زين قبل شوي انا قلت ملاحظه قلت ان الفلاش حده الى 200 ملم اذا محتاج اني استعمل عدسه 600 ملم 600 ملم الفلاش اللي عندي يضبط اضاءه حق عدسه 600 ملم ما يضبط ما يضبط هني اروح الى بدائل اركب ماجنيفاير على العدسه عشان يوصل مسافه فانا اذا استعمل واحده من اهم الشغلات اذا استعمل عدسه كبيره حتى اصور موضوع بعيد الفلاش هني يوسلس ما منه اي فائده اذا نفس الاسد قرب يا كلوزر يا مسافه 5 متر اقدر استعمل 200 ولا ما اقدر فاذا اختيار العدسه مع الفلاش يعتمد على نوع التصوير من الاخطاء اللي يصير عندنا ان المصور يختار عدسه بس ما تناسب مع عمل الفلاش زين اعطيكم ملاحظه ثانيه اذا عندي عدسه 10 ملم 10 ملم ينفع اني استعملها مع فلاش ايش رايكم اللي بالانجليزي يقدر يكلمون اللي if someone has answer in English can talk to me please
بالضبط رينج الفلاش مدى الفلاش اتفقنا من 20 ل 200 من 20 ل 200 شنو الحل انا مضطر اني اصور بهالحاله اذا صورت الفلاش على الوضع الطبيعي يصير عندي منطقه سوداء يمين ويسار الصوره فايش بسوي بهالحاله استعمل ديفيوزر على الفلاش حتى ينشر الضوء الديفيوزر يكون موجود مع الفلاش اوريكم هذا ديفيوزر بس هذا ما يعطيني انتشار ضوء ل 10 ملم يعطيني انتشار ضوء الى 14 ملم هذا مخصص للعدسات 14 ملم زين اذا انا محتاج استعمل فلاش مع 10 ملم شنو الحل استعمل ديفيوزر ثاني او في بعض الاحيان استعمل تيشو حط تيشو كلينكس حتى يعطيني اضاءه ناعمه وينشر الاضاءه ويز ماي تيشو اي هاف سم تايمز اي ام يوزينج تيشو with the tissue in the middle as example put it inside then the flash يعطيني زاوية العدسة فواحدة من الأخطاء اللي يصير عندنا إني يشتري عدسة بس عمل عدسة ما يتناسب مع الفلاش فأضطر إني أحول إلى بدائل ثانية اوكي فلا بد اني انتبه اختيار العدسه حسب الفلاش لازم يكون في بينهم علاقه ما يصير اني انا اخذ عدسه واصور شيء ما يتناسب مع عمل الفلاش رقم 2 اختيار العدسه بادجت سعر واحده من اهم الفروقات اللي موجوده بالعدسات عندنا فتحه العدسه الابرتشر فتحه العدسه العدسات الغالية تمتاز دائما برقم فتحة عدسة صغير 1.4 1.2 1 هذه العدسات الغالية العدسات الرخيصة ممكن تكون أقل فتحة عدسة 3.5 صح ولا غلط 3.5 4 تكون في بعض الأحيان بوريكم هذه العدسة اللي عندي بكاميرتي حتى نفهم الكونسبت أكثر هذه العدسة استعملها لتصوير البورتري غالية شوي 105 غالية expensive شوي بس فيها ميزة فيها فتحة عدسة 1.4 فتعتقدون من أصور موضوع بعيد على بعد 20 متر الفلاش من يضرب يوصل ولا ما يوصل يوصل ليش لأنه سعرها غالي صحيح بس فيها فتحة العدسة 1.4 لو عندنا فتحة عدسة 0.2 يوصل 30 متر ولا ما يوصل؟ يوصل نفس المعلومات اللي قلتها زين إذا واحد ميزانيته محدودة ليمت مثلا عنده عدسة فتحة العدسة الاف ستوب فيها الابرتشر 4 الفلاش يوصل مسافة بعيدة فإذا اختيار العدسة يعتمد على ميزانيتكم على شغلكم رقم 4 ذكرته انا حاليا الوايدس رقم 5 از ات برايم اور زوم شنو الفرق بين البرايم والزوم هذه برايم يعني اذا انا اصور مثلا اخ ومحتاج اني اصور بحجم كبير انا اروح صوبه انا اقرب ما فيها زوم محتاج حجم صغير انا ابعد زين شنو العلاقه بين البرايم واللينس البرايم وزوم والفلاش لان كل العدسات البرايم تقريبا تمتاز برقم فتحه عدسه صغير 2.8 2 1.8 1.4 1.2 فاذا بهالحاله الفلاش يوصل مسافه بعيده ولا ما يوصل يوصل فمن تختارون العدسات او تختارون اي عدسه
وشغلكم يعتمد بشكل رئيسي على الفلاش، لازم تنتبهون حق هالعوامل الاربعه هذه. يعني اللي يصور مناسبات مثلا زواج ويدنج، احتفالات زواج، زين، يقدر يستعمل عدسه فتحه العدسه فيها 5.6 ويصور موضوع بعيد مع الفلاش؟ ما يقدر، ما يوصل الفلاش، ما يوصل، لان اللي ذكرته قبل شوي العوامل كلها مرتبطه مع العدسه. واحد يقول انزين انا ميزانيتي ما تسمح اني اشتري كاميرا عدسه غاليه، شنو الحل بهالحاله؟ جو كلوسر، روح قريب من الموضوع، لا تبعد. اذا عندك عدسه رخيصه فتحه العدسه فيها 4 أو 3.5 أو 5.6، روح قريب من الموضوع، لا تبعد، حتى الفلاش يعطي اضاءه كافيه. كل ما تبعد يقل مدى الفلاش وتاثير ضربه الفلاش. فشفتوا شلون مهمه العدسات؟ هذه مقدمه عن العدسات. نروح الى هذه، هذا الاسد بفلاش ولا بدون فلاش؟ شلون عرفت انه بفلاش؟ بالضبط، لانه هو الاسد موجود تحت داخل الشيره، تحت الاغصان، تحت الاغصان يكون في اضاءه مثل برا الاغصان، فهني مضطر اني استعمل فلاش حتى انور الموضوع. وخلي الحين اذا نطالع هني، هني دارك، قاعد تشوفونه دارك صح؟ بس منطقه الاسد شلون عفوا واضح المعلومه هذه؟ فهني انا استعملت فلاش، بس في شغله، الاسد شوي بعيد، شلون اوصل مدى الفلاش الى هذا الموضوع؟ استعمل اكسسوري خاص، اكسسوار اركبه على العدسه حتى يوصل مدى الفلاش لمسافات بعيده. يعني الفلاش بالوضع الطبيعي ما يقدر يوصلني الى هالمسافه اكثر من 30 متر، فاركب ماجنيفاير ستاندر على الفلاش حتى يعطي إضاءة لمسافة أبعد. لو أنا مو عارف أو مو مخطط لهذا الفكرة، تبين عندي صورة بالشكل هذا؟ فشوف الفلاش نقدر نستعمله في كل مكان، عفواً. بالضبط. فالنقطة المهمة اللي قاعد أدور حوالينها وذكرتها أكثر من مرة، انتبه للمسافة بينك وبين الموضوع من تستعمل الفلاش، سواء تستعمل كريتيف لايتنج سيستم أو أي فلاش ثاني. أدفانتج أوف نايكون كرييتيف لايتنج سيستم. ننتقل الى باي يوزنج تي تي ال. شنو المقصود بالتي تي ال؟ انا حاط لكم ثرو ذا لينس. شنو المقصود بالتي تي ال؟ اللي يعرف عربي او انجليزي ما عندي مشكله. واز ذا مينينج اوف ثرو ذا لينس؟ يا اي نو ثرو ذا لينس. واز ذا مينينج اوف ثرو ذا لينس؟ اوكي، حلو حلو، اشرح لكم بشكل مبسط اكثر. من نقول عفوا ان شاء الله على امرك، ثرو ذا لينس او تي تي ال المقصود فيه، من اركب حاليا الحين انا عندي هذه الكاميرا واركب عليها فلاش، ما ابي اصور بس بوريكم حتى تعرفون معنى التي تي ال من العدسه. بس شلون صح كلامك؟ بس شلون تي تي ال مقصود فيه؟ صح، يعطيك العافية. من اكبس على زر التصوير شتر ريليس، في عندي اضاءة سريعة جدا ما تشوفها العين، غير مرئية للعين، تروح الى الموضوع تضرب في الموضوع وتنعكس من خلال العدسة وتوصل الى جهاز قياس الضوء اللي بالكاميرا فوق. عيدها مره ثانيه، من اكبس على زر التصوير شتر سبيد شتر ريليس، في عندي ضربات فلاش انفيزبل فيري هاي سبيد، يعني ما تشوفها عيني وسريعه جدا، تروح تضرب بالموضوع وتنعكس من خلال العدسه توصل الى جهاز تحليل الاضاءه اللي موجود فوق.
جهاز تحليل الإضاءة يعطي أمر للفلاش بمقدار الإضاءة اللي يحتاجه هالموضوع ضمن هالمسافة. إذا أنا قربت، أنا كلوسر صح؟ نفس العملية، من أضغط على زر التصوير في عندي إضاءة سريعة جداً ما تشوف العين، تروح إلى الموضوع تقيس المسافة وتنعكس من خلال عدسة توصل إلى اللايت ميتر. اللايت ميتر يعطي أمر للفلاش إيش كثر هذا الموضوع في هذه المسافة محتاج إضاءة. بعد صح؟ الإضاءة نفسها ولا اختلفت؟ اختلفت، نفس الشيء. أكبس على زر التصوير، نفس العملية، في عندي إضاءة انفيزابل very high speed، إضاءة سريعة جدا ما تشوف عيني، تروح إلى الموضوع وتنعكس من خلال العدسة إلى جهاز قياس الضوء تحليل الضوء يعطي أمر إلى الفلاش. هذا المقصود في التي تي ال. تفضل. نفس الشيء مبدأ نفس الشيء، لأن العملية قاعد تعتمد على الضوء اللي منعكس. يعني أنت من ترفع الفلاش فوق، أوكي، تضرب الإضاءة فوق وتنعكس على الموضوع ترجع مرة ثانية. هذا المقصود بالتي تي ال. شنو الشيء الزين بالتي تي ال؟ التي تي ال ان الفلاش يضبط نفسه بنفسه، ما يحتاج كل شوي اضبط. اذا غيرت المسافة طالما انا قاعد اغير ابعد اقرب within range ضمن المسافة اللي موجودة ما عندي اي مشكلة. وين احصل الرينج؟ الرينج يكون موجود بالفلاش. الرينج يكون موجود بالفلاش، يكتبونه بالمتر، مثلا 5 امتار، 3 امتار، مترين، 10 امتار، على حسب السيت اب اللي موجود عندي بالفلاش. فالتي تي ال الفلاش يضبط نفسه بنفسه، اذا قربت وابعد ما يحتاج اني اضبط اي شيء بالكاميرا، الكاميرا تعطي الامر للفلاش وتعطي الاضاءه المناسبه. اوكي؟ از ات كلير؟ تبون يعيدها مره ثانيه ولا واضحه للكل؟ شور؟ 100%؟ مع الكرييتيف لايتنج سيستم CLS، اذا استعمل فلاش SB910 اقدر اتحكم في 9 فلاشات. تفضل. اي تفضل. هي كبسة التصوير في لحظة التصوير. لا هذه الأولاني حق الفوكس. اي الفوكس الميترنج هنا مساعد، بس الضربة من تبتدي تصور. وأقول لك يعني ما تشوف العين. لا يعني ما بديش فيها التكنولوجيا هذه اللي مو مجالي، بس هي تكون انفيزابل الترا فاست سبيد. زر التصوير في لحظة التصوير. يعني حضرتك الحين ايش كثر تبعد عني؟ 4 امتار تقريبا. اوكي؟ بالتي تي ال ما يحتاج اضبط شيء، بس اكبس على زر التصوير الكاميرا تسوي الكالكوليشن في اجزاء من الثانيه. اعطت الاضاءة المطلوبة. بعد شوي مع الموديل ان شاء الله نجرب هذه الشغلات. في موديل بتكون موجود ان شاء الله ونجرب هذه الشغلات. اذا احد يبي يصور الشاشة، عاجبه يصور الشاشة اعطوني خبر عشان اوقف الشاشه، لانه خصوصا بالعربي في معلومات انا قاعد اختصرها فبدل ما اقرا الكلام. نشوف هني مثل ما قلت، اذا انا قاعد استعمل ال اس بي 5000 اقدر اتحكم ب 18 فلاش. يعني اذا استعمل القطعة هذه اللي بالكاميرا، هذه موجودة في بعض الموديلات. هذه القطعة، هذه تشوفونها، هذه تتحكم up to 18 flashes wireless. هذه WR R10، يعني أقدر أوزع في هذا المكان 18 فلاش وأتحكم في كل فلاش من الكاميرا.
من هذه القطعة الصغيرة. هذه واحدة من فوائد الكرياتيف لايتنج سيستم. يعني شخصياً من استعمل باحيان 4 فلاشات أو 5 أو 6 استفيد من هذه الميزة. متى احتاج استعمل 18 فلاش؟ سؤال للنقاش. سبايدر بالضبط مثل بالضبط بالضبط كلام صحيح. يعني عندي انا موديل واقفه امام او قدام بنايه، والبنايه من داخل ظلام، فاحط في عند كل نافذه كل دريشه كل ويندو احط فلاش، وكل فلاش احط عليه جل فلتر لون غير مثلا شلون كرييتيف بالضبط. فاحط مثلا نافذه رقم 1 لون احمر، نافذه رقم 2 لون اخضر، نافذه رقم 3 لون ازرق، الدور الثاني مثلا احط لي مجموعه فلاشات، انور المكان كله ب 18 فلاش. بالضبط. فهذه ميزه الكرييتيف لايتنج سيستم. الحين واحد يقول لي مثلا الفلاش انا هذا الاس بي 5000 مو متوفر عندي، هل اقدر استعمل هذه التقنيه مع فلاش ثاني؟ لا، الفلاشات الثانيه اقدر استعمل اب تو 9، حدي 9 فلاشات. للامانه انا كان بدي اني اسوي تيست في عمان بس ما صار لانه ما توفر ال 18 فلاش. كان عندي فكره اني اصور في بيت الحمراء اذا سامعين عنه في سلطنة عمان في ولايه راح اسم الولايه والله من الشيطان. عموما بيت قديم وكله غرف، وكنت محتاج اني احط موديل من اهل المنطقه يعني تراديشنال تقليدي، واوزع الفلاشات على كل مكان 18 فلاش، بس ما قدرت احصل 18 فلاش. يعني وصلت حدي الى 8 فلاشات. الحين واحد يقول انزين انا ما عندي وشلون؟ اذا واحد عنده فكره مبدعه، يعني امس اللي حضر اكسبوجر امس كانوا عارضين عن ناشونال جيوغرافيك، فمصور عنده بروجكت ماخذ معه 30 جنطه معدات. فواحد اذا عنده بروجكت يبي يتميز يبي يبدع ياجر فلاشات حتى يستعملها بشكل صحيح. اذا يبي استعمال شخصي، الحين واحد يقول لي انا ما ابي هالعدد هذا، يكفيني فلاش واحد، ما في اي مشكله، انت وشطارتك انت والافكار اللي موجوده عندك. السيت اب اللي موجود بالفلاش اللي اقدر استخدمه مع الكرييتيف لايتنج سيستم تي تي ال والاوتو والمانيوال. موجود في كاميرات ثانيه بس بشكل ثاني، بس تقريبا متقارب، ما في اختلاف كبير بينهم. الاختلاف يكون في عدد الفلاشات مثلا، يعني هني 18 يمكن شركة ثانية يسمح لك 5 أو 6 أو 10. اللي عندهم كاميرات ثانية، أنا قاعد أتكلم كمبدأ عام يشمل كل الفلاشات الهاي أند تقريبا كل الشركات ما عدا بعض الاختلافات البسيطة، تكون الأنواع الرخيصة ما فيها هذه الشغلات. إذا ما كان عندي WR10 في بديل ثاني حق النايكون وموجود في بعض الشركات، هذا اسمه SU800، بعد شوي تشوفون صورته بعد. هذا يشغل 9 فلاشات ماكسيمم 9. الفرق بين هذا وبين WR10، الفرق ان هذا يتاثر بالاضاءات القويه، يعني اذا عندي شمس برايت شمس حاده ما يعطي اضاءه كافيه انفراريد تشغيل الفلاشات. ايش كنت اسوي انا بالاضاءه القويه؟ اقرب، اروح اقرب للموضوع عشان يستلم الاضاءه. اما هذا اللي موجود هنا عندنا هذا يشتغل في كل الظروف، حتى بالمطر عندي اصور في سريلانكا تحت المطر كنت قاعد استخدمه. وواحده من الامور اللي خلت نايكون يتعاملون معي في التريننج او التدريب اني انا اسوي تجارب وايد، نقول بالعربي نتعبث. كل ما نسوي تجارب عكس المألوف أو غير عن المألوف نكتسب خبرة ونكتشف شيء جديد. كل ما نشتغل مع المألوف ممكن نحصل على نتائج بس قد تكون مكررة أو تقليدية.
هذه موديلات الفلاشات اللي ممكن استعملها مع الـ SU800 حق اللي عندهم نايكون. في موديلات غير 910 و5000، في موديلات ما اقول لكم لا، وحتى الشركات الثانيه عندهم اكثر من كاتيجوري من الفلاش. خلينا نتكلم شوي بشكل بسيط على الفلاش. الفلاش اللي على الكاميرا اسمه بوب اب، ايش كثر مدى؟ تعرفون ايش كثر مدى هذا؟ اذا يبي يذبح عمره يبي ماكسيمم 4 متر، هذا مدى 2.5 3 متر اللي موجود على الكاميرا. شلون؟ هم كل فلاشات اضاءتهم حاده كلهم زين. اذا انا عندي حفل في مدرسه واطفال ويبعدون عني مسافه تقريبا 10 امتار، شنو الحل مع هالفلاش الصغير؟ شرحت لكم قبل شوي. ما اقدر اتقدم، مدرسه ممنوع اني اتقدم، عندي حفله وانا موجود هني وهذا حدي وفي حفله موجوده على بعد 10 امتار. ما عندي عدسه، ما اقدر اغير العدسه. ايزو بالضبط، الايزو. ايزو. اذا ما اقدر اغير العدسه الايزو. هذا مراجع للكلام اللي قلته قبل شوي. اللي يبي يشغل اللي عنده كاميرات نايكون 800 850 750 7500، هذا السيت اب تقريبا لتشغيل الكرييتيف لايتنج سيستم، مجموعه فلاشات. اللي يبي بعدين يجرب يقدر يصور هذه الشاشه. وبعدين انا اعطيكم البزنس كارد، اللي عنده سؤال يرسل لي ما في مشكله واتساب، لان حتى لو خط كويتي مو مشكله، انا اتواصل مع الكل ما عندي اي مشكله، اتصالات واسئله من دول مختلفه، فما عندي اي مشكله في هذا الموضوع. يعني في تكنيك من السبيد لايت اسمه مالتي فلاش، موجود في نايكون بشكل رئيسي، قد يكون موجود في شركات ثانيه، ما اقول مو موجود. هذا عدد المصورين اللي يستخدمونه بشكل عام على مستوى العالم، نسبتهم تقريبا، انا قاعد اقول مو 100%، تقريبا بين 5% الى 15% من اجمالي المصورين يستعملون سبيد لايت. مو موضوعنا اليوم، ان شاء الله اذا صار الشغله اللي قلت لكم عنها بالمستقبل بنستخدمها. تفضل. نادر ما استخدم مانيوال، اذا اركب اكسسوارات سوفت بوكس وشغلات استعمل مانيوال مع اللايت ميتر اليدوي. يعني لازم يكون عندي لايت ميتر، يا اما لايت ميتر او كالكوليشن تحسب معادله. الاخ سال سؤال، بس اعطيكم فكره عن المانيوال، شو المقصود بالمانيوال؟ المانيوال ان الفلاش يعطي فول باور لمسافه معروفه. يعني المسافه الحين خلينا نقول بيني وبين هذا الكرسي تقريبا 3 متر. من اضبط المانيوال سيت اب المانيوال يعطي اضاءه على قد 3 متر. اذا انا غيرت مكاني بالغلط الصوره، اذا قربت تصير صوره برايت، واذا بعدت تصير صوره دارك. فلازم تكون العملية مضبوطة 100%، ما فيها مجال للغلط. في معادلة مو شغلنا هذا اليوم، ما أبي بس أعطيكم فكرة عنها. فلذلك تجنبوا استعمال المانيوال، لأن المكثف يعطي فول باور، وإذا أعطى فول باور ما يشتغل كونتينيوس، بعد يصور شوي يوقف أجزاء من الثانية ويصور مرة ثانية. ما أقدر أستعمل التصوير المتتابع، ليش؟ لأن المكثف قاعد يعطي أقصى طاقة. في طرق للتحكم بس مو موضوعنا، ما أبي أدخل في تفاصيل الحين. كونكت يور، شلون نشبك الفلاشات مع بعض. كلمة ريموت، تشوفون هذه كلمة ريموت وكلمة ماستر. ماستر الفلاش اللي يعطي اللايتنج الأساسي اللي يشغل باقي الفلاشات. الماستر هو الفلاش اللي يعطي الضربة الأساسية اللي تشغل الفلاشات، الأنواع الثانية من الفلاشات وايرلس. الريموت هي الفلاشات اللي تنتظر الضربة، تستقبل الضربة بالضبط. فإذا استعمل فلاشي على ريموت يعني ينتظر ضربة، ما راح يشتغل إلى أن يشتغل فلاش ثاني يلا يستجيب.
اما اذا حولته الى ماستر يعني هو الفلاش اللي يعطي الضربه الاساسيه الانيشال شوت عشان يشغل كل الفلاشات الثانيه. هذا الكونسبت الرئيسي في كل الفلاشات تقريبا. ريموت يعني يستقبل، ماستر يعني يعطي. هذه هنا عندي مقارنه بالنسبه للمدى تي تي ال، المدى عفوا الكريتيف لايتنج سيستم، ايش كثر المسافه اللي تكون بين الفلاشات حتى يشتغل. اللي راكب هذا على الكاميرا هذا النوع اللي شرحته قبل شوي، هذا مسافته 30 متر، يعطي سيجنال ل 30 متر 30، يعني وين ما تكون موجوده الفلاشات 30 متر، اكثر من 30 متر ما يشغل الفلاشات. الانواع الثانيه ممكن تعطي مجال اقل او اكثر، يعني مثلا شركه بوكيت ويزرد، في احد سامع عن بوكيت ويزرد؟ بوكيت ويزرد توصل ل 100 متر. مثلا بروفوتو توصل 300 متر. فيعتمد على الشركه، يعتمد على التكنولوجيا المستخدمه. وكل ما نبتعد على الجوانب، شوفوا هني 30 متر، كل ما اروح على الجوانب يقل الرينج، يعني الفلاشات كل ما تروح على جنب يقل الرينج، المدى، مدى الاشاره. في عندنا جروب A وجروب B، وبعض الفلاشات جروب C، جروب D، جروب E، F. شنو المقصود بالجروب؟ الجروب مجموعة فلاشات تشتغل كونكتد أو تشبك مع بعض، أوكي، بسيتنج معين. شلون؟ يعني عندي مثلا جروب A ثلاث فلاشات الأوتبوت أو الإضاءة اللي قاعد أحصل عليها إضاءة الستاندرد. أروح إلى جروب B أقل من الفلاشات ماينس، اقلل من قوه الفلاش، اقلل من الضربه او الاوتبوت، مثلا اعطي ماينس 1، فتكون الفلاشات بي جروب بي اقل. جروب سي مثلا اعطيها بلس اعلى. ففائده الجروبات من نشوف جروب المقصود فيه هني اني اقدر اتحكم بالاوتبوت للفلاش بين فلاش واحد الى ثلاث فلاشات. ومثل ما قلت في بعض يعني جروب A B C. الشانل شنو فائدته؟ بالضبط، كلام صحيح، يعطيك العافيه. الشانل في بعض الاحيان يكون في موقع قاعدين نصور وفي اكثر من مصور قاعد يستعمل نفس الفلاشات، فاتفق مع اقول له انا شانل 1 وانت شانل 2، حتى الفلاشات لا تتداخل مع بعض في الضربه. من يكون شانل 1 يعني بس فلاشات شانل 1 اللي تشتغل تعطي فاير، شانل 2 بس فلاشات شانل 2 اللي تشتغل، ما يصير تداخل بين عمل الفلاشات. فلذلك في بعض الاحيان بعض الشركات تنتج اكثر من شانل، مثلا 5 10 15، في بعض الشركات 30، يعتمد على الشركه. هذا هني عندنا، شوفوا صار كم جروب، صار عندي 1 2 3 4، اختلف. قبل شوي كان جروبين، هني صار 4، في فلاشات 5. فيعتمد على السيت اب اللي نبيه. اعطيكم فكره سريعه بس هني على اللي موجود. هذا العدسه، شوفون 17 ملم، يعني العدسه المستخدمه. اف 8 فتحه العدسه. هذه فتحه العدسه الاف ستوب. هذا هني لدرجة الحرارة، بعض الأحيان من نستعمل الفلاشات تاك 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 ترتفع الحرارة. ففي سيفتي موجود بالفلاش، من ترتفع الحرارة إلى أقصى حد، يعني إذا هذا صار دارك كله دارك يوقف الفلاش حتى لا ينفجر. فبالشغل الصحفي خصوصا في التتويج، مثلا المباريات النهائية الدولية، مثلا من كنت أصور في كأس العالم كنت أستعمل الفلاش وانتبه حق هذه العلامة عشان لا تصير فيها مشكلة. بعض الفلاشات ترتفع حرارتها أكثر من الفلاشات الثانية، فهذا يعتمد على اللي متوفر عندكم. هذا هني عندنا شانل، هذا هني زائد. شو المقصود زائد؟ هني جروب A زائد.
يعني الاضاءه اكثر من شانل بي وسي وشانل اي وبي. شانل سي مكنسلها، ما في شانل سي، مطفيها ما يحتاجها. فهذا السيت اب يختلف بين فلاش وفلاش. هذا المبدا الرئيسي اللي انا قاعد اتكلم عنه. شوف هنا مثلا نقدر نستخدم ثلاث فلاشات، هذا ماستر وهذا له ريموت. نفس الشيء هذا الرينج اللي كنت اقول لكم عنه، انتبهوا دائما من تصورون بالفلاش انتبهوا لهذا الرينج. الفلاش يعطي اضاءه متغيره اذا كان ضمن الرينج، يعني مثلا 0.6 الى 6.7. من اغير فتحه العدسه مثلا هنا فتحه العدسه 4، من استعمل فتحه العدسه 1.4 الرينج يزيد ولا يقل؟ شرحتها لكم في البدايه يزيد. فنشوف يبتدي مثلا من مترين الى 20 متر. وين ما اغير مكاني طالما انا قاعد اشتغل نظام تي تي ال الفلاش يضبط نفسه، لا تشغلون نفسكم في هذا الموضوع. طالما شغلي ضمن هذا الرينج. اوكي؟ فلذلك في عندنا مبدا في التصوير، مبدا رئيسي. سواء قاعد استعمل فلاش او بدون فلاش، يقول دائما تشيك على عدتك، افحص عدتك قبل كل صوره بعد كل صوره، في اول فرصه موجوده عندك. حتى اذا صار عندك خطا وانت في الموقع تقدر تعدل. في بعض الاحيان في اماكن، يعني اذكر واحده من القصص صارت معنا بعد تحرير الكويت، زارت الكويت الاميره آن. كنت انا المصور الرسمي للديوان الاميري في هذاك الوقت. فعندنا توجيهات في الحركه وشلون نصور وين نصور. دخلنا الى احد الاماكن مكان ضيق، فقالوا الاميره ما تحب الفلاش المباشر. فشنو البديل؟ قلت له مو مشكله، البديل يا اما اني استعمل بونس على السقف او اني انزل تحت بزاويه منخفضه حتى لا يضرب عليها مباشره، اللي مسافه قريبه مكان تايت شوي ضيق. اوكي، ما عندي اي مشكله. تي تي ال ويضبط نفسه، اقرب ابعد يضبط نفسه، ما عندي اي مشكله. فالتي تي ال في هذا العمل يكون سريع جدا ونسبه الدقه فيه عاليه. بس اهم شيء اني اتشيك او افحص هذا الرينج، دائما هذا مهم. وهني تكون علامه التي ال تي تي ال موجوده. هذا اللي ذكرته قبل شوي دبليو ار ار 10، هذا يركب على بعض الكاميرات، مو كل الكاميرات، بعض الموديلات. يعني يركب على الدي 5، دي 850، دي 7500، دي 500. هذه الموديلات الاقدم ما يركب عليها. والحلو في هذا بعد مسوي شغله اني اقدر استعمل ريموت كنترول بعد. فاقدر استعمل شغل فلاشات في نفس الوقت يكون ريموت كنترول. هذه طريقه عمله. السؤال يمكن بعضكم اللي يستعمل انواع ثانيه غير النايكون، هل هذا موجود في الشركات الثانيه؟ قد يكون موجود بشكل اخر، يعني انا صعب اني اتكلم عن كل الشركات، اتكلم عن الشركه اللي انا امثلها. شوف هني استوديو، شوف هني عندنا استوديو من سبيد لايت. فلاش بعد شوي ان شاء الله نسوي استوديو، اللي جايب معه كاميرته يقدر يصور مع الموديل. هذا استوديو ثاني مع ضوء النهار. فلاش، وهني عندنا باك فلاش، وعندي ريفلكتر. شوف هني السيت اب، شوف كم فلاش، 1 2 3 4 5 6. فيعتمد عليكم. في واحد من الاخوان يقول انا عندي فلاشات استوديو ليش اخذ سبيد لايت؟ خصوصا بالسفر عندنا مشكله بالوزن. انا اعاني من الوزن دائما، انا اعاني من مشكلتين بالسفر، اعاني من الوزن واعاني من الكاستمز جمارك. تقريبا كل المطارات لازم يوقفوني، لازم يشوفون وجهي، لازم يصبحون بوجهي، لازم. من يشوف العده شنو هذا؟ تعال اشرح لنا. اذا كانوا فاهمين بس سؤالين ثلاثه وامشي. اما اذا كان لا والله ما يدرون شو السالفه، تعال افتح الجناط. صارت معي في تنزانيا، وصارت معي في الهند، وصارت معي في الكويت قبل يومين، كنت راد من ورشه الهند وصارت معي.
افتح الجناط. تخيلوا جناط ثلاث أربع جناط، تعال افتحهم واشرح على اللي موجود داخل. سهلة ولا صعبة؟ بالضبط. فإذا أنا قاعد أخذ معي سبيد لايت، سوت كيس صغير أحط لي ستة سبيد لايت وسهلة العملية، صح ولا غلط؟ لو أحلى شيء بالمطار وأحيانا يوقفوني، أروح إلى المطار A يقول لي البطاريات ليش حاطهم بالتشيك إن لاجج، تعال طلعهم حطهم بإيدك، شلتهم بإيدي. عندي ترانزيت في مطار B وصل، ليش شايلهم بإيدك؟ ردهم بالتشيك إن. زين أرسوا على بر يعني مي ولا مي. فتصير معنا أحيانا، بس مع عنصر واحد يكون فني شوي يضحك معهم هذه تمشي الأمور. في بعض الأحيان إذا تشوفون هني عندي كابل، بعض الأحيان واحد يقول لي أنا ما عندي إمكانية أشتري هالأجهزة أو مو متوفرة، في كابلات موجودة، في كابل أوصله بين الكاميرا وبين الفلاش وأشغل السيستم، ما في مشكلة، موجود هذا في معظم الشركات، وحتى في شركات اللي يطلق عليه ثيرد بارتي، يعني شركات اللي تسوي منتجات بس مو من الشركة الأم، من الشركة الأصلية، في هذا الشيء موجود بعد. تفضل. راديو أفضل. راديو لأن ما يتأثر الشمس ولا إضاءة ضعيفة ولا في جدار طوفة عندك، ما له علاقة، يعني حتى أحط الفلاش برا وأنا هني يشغل الفلاش. اي هذا ما بيأثر على الصوره، يعني انا مثلا حاطط فلاش على اليمين في اضاءه بس على اليمين، طب انا اذا بعطيه اذا عم صورك هلا عم بعطيك ضوء، يعني ما بدي. الحلو في بالبوب اب في بعض الكاميرات تقدر توقف على العمل ويصير تريجر، او بس اقول له انه اي بس يعطي اشاره ما يشتغل، فهذا حلو يصير بعض الاحيان. شو المقصود في البوكيه؟ البوكيه اذا انا عندي باك جراوند، عندي اضاءه في الخلفيه، مثلا عندي اضاءه زينه، عندي نوع من الميتال اللي يعكس ضربات الضوء، فشوف الايفكت اللي قاعد احصله. سبيد لايت نور الوجه، في نفس الوقت حصلت على البوكيه. عشان احصل على هذا التكنيك لازم تكون عندي فتحه العدسه 2.8 وأصغر 2.8 2 1.8 1.4، كل ما ينزل عندي رقم فتحة العدسة الاف ستوب يصير عندي التكنيك أحلى. والحلو في البوكيه إني أقدر أسوي في البيت وأقدر أسوي بأشكال مختلفة، والحين أوريكم. المشكلة اللي بأحيان المصورين اللي أسمع من يقول أستاذ ما عندي وقت، إنزين ليش ما تختار تكنيك تقدر تنفذه في البيت في أي وقت؟ يعني السبيد لايت مو شرط إني أطلع برا، أقعد في البيت أسوي تجارب فيه، شو المشكلة؟ شوف هني شلون سوى سالفة البوكيه. بلاك بورد وسوي أي شكل، قلب، دائرة، وردة، أي شكل، وأركب على العدسة وربر أو أستعمل مثلا جلو أو أستعمل أي شيء، والفلاش ينور الوجه، يرد الصورة بعد شوي يشوف الفرق. هذا نقدر نسوي في البيت وايد حلو، يعني يرد الى الصوره هني معطيني قلب. شرط انه يكون الشكل اللي انا قاعد اسويه في السنتر، في سنتر العدسه من الصق الكرتون الاسود او اللاك بورد يكون بالسنتر، وسووا الاشكال اللي تبونه، سياره، طياره، صاروخ، كيفكم، سووا اللي تسوونه وحلو وسهل ومقدور عليه. بس اهم شيء الملاحظه اللي انبهكم عليها ان الباك جراوند يكون بعيد حتى لا يضرب عليه ضوء الفلاش، بس وجدا سهل وتكنيك جميل جدا. يعني الكريسماس بعد فتره ان شاء الله قريبه، فنقدر نسوي اشكال كريسماس، من يينا فالنتاين نقدر نسوي حق فالنتاين، نيو يير نسوي حق نيو يير، كيفكم. بس الفلاش هنا مهمته انه يعطي لايتنج الى الوجه. هذا مهم، دايركت فلاش وباونس فلاش، اكثر شيء هذا مهم للاطفال ومهم للنساء اللي يستعملون مساحيق التجميل كوزمتكس، مهم جدا.
زين شويه اسوي اقول لكم شيء فاني تضحكون. عندنا نوع من الناس النساء يحطون مكياج انا اسميه بغنشة، تعرفون بغنشة؟ يعني يجيب له صحن تحط وجهه هني تحط وجهه هني تحط وجهه هني ويطلع مكياج. فهذا من يضرب فيه الفلاش شنو الوضع يكون؟ شاين يصير بالضبط، يعكس كل شيء. وفي عندنا مكياج مرتب، فما ادري الاخوات بالترجمه فهموا هذا السالفه ولا لا. فهني في هالحاله اذا نصور ما نستعمل الفلاش مباشر على الوجه او على الوش او على الوجه، نستعمله يضرب على السقف على السيلينج، شرط انه يكون لونه ابيض، ما يكون لون ثاني احمر ولا اخضر ولا ازرق. يعني يوم من الايام كان عندي تصوير فاشن وطلبت منهم ان يحددوا لي مكان اروح اشوف مكان تصوير، قالوا ما عندنا وقت، جيب عدتك تعال. والفاشن الملابس اللي كنت اصورها معظمها لونها فاتح، فمني تضبط الفلاشات ولا السقف والطوفه لونها اخضر، شلون تضبط هذه؟ اخضر اخضر وهذا كله لونه فاتح لايت، شلون تضبط؟ فقلت لهم يبوا لي مصمم، هذا شغل تصميم. شرحت له ان الوضع كذي وهذا في مشكله انعكاس، لان الاضاءه من تضرب على السقف او تضرب على طوفه يكون عندنا لون اخضر موجود على حافه الملابس. فقدر هو يتصرف يعني حل الشغله. فهني من نستعمل هذه الاضاءه بعد شوي نشوف مع الموديل اللي عنده كاميرا بعد يقدر يجربها. وايد عملي، شوف الصور اللي بعدها الحين، شوف هني، شوف المقارنه بين ستاندر، شوف الظل، شوف هارش لايت، شوف سيلينج، شوف وول. الوول لازم تكون ابيض، الطوفه الجدران يكون لونها ابيض. ليش؟ حتى الفلاش من يضرب ينعكس مره ثانيه يعطيني لايتنج، بعدين يبتدي شادو خفيف الى نهايه الراس يكون في شادو دارك. السبيد لايت جميل جدا اذا عرفنا نستخدمه، اذا سوينا عليه تجارب. يمكن في البدايه بعضكم يقول ما ضبطت، اكيد يعني مع التجارب واحد يتعلم. فتشوفون الفرق شلون؟ هذا دايركت، هذا سيلينج، وهذا وول. تفضل. ممكن ايه، عشان الطفوله تحتاج اضاءه حلوه سوفت ناعمه، فما استعمل الضربه المباشره. وبعض الاطفال من يشوف ضربه الفلاش شوي يخاف، يصير عنده رد فعل. اذا الفلاش على السقف ما يحس فيه، بس اذا مباشر ممكن بعد صوره صورتين يبكي خلاص. وصعب الياهل اذا تعكر مزاجه اني ارده مره ثانيه الى المود. يعني اذكر مره كنت قاعد اصور طفله اثناء التصوير نامت من كثر ضربات الفلاش، نامت، كان فلاشات استوديو. فالام والابو كانوا شوي مرتبكين لانه نظام التصوير كان انه بنظام ساعه بير اور، يعني انا اقعد معهم عدد ساعات يعطوني مبلغ يتعادل مع عدد الساعات. فشلون هذه نامت؟ قلت لهم لا خلوها تنام وخلص، انا اوقف الوقت لين تصحى من النوم ويبوها لي. فالياهل اول ما يصحى من النوم يسوي الحركات العجيبه الغريبه، تمقط وجهه. صورت وعجبتهم الصور وطلبوني مره ثانيه التصوير. فالطفوله الفلاش شوي يكون صعب عليها، لذلك نيو بورن الاطفال الصغار من الافضل ان ما نصورهم بفلاش مباشر، من الافضل. طبعا هم ما في مشكله خطر، يمكن انا سمعت حاله واحده صار فيها عمى بسبب هالموضوع، بس حاله واحده. بشكل عام يقول لك تجنب الفلاش المباشر. وبعض الاحيان في حفلات الاستقبال بالمستشفيات، النساء يمكن يعرفون اكثر من الرجال، يكون ازدحام وهذا، صعب اني اخذ معي فلاشات استوديو. فاذا عندي سبيد لايت سهل انه موجود على الكاميرا، اقدر الفه يمين يسار اتحكم فيه بشكل، يعني اوريكم الحين. اذا استعمله سيلينج ارفعه فوق، وهذا الوايت بورد يكون برا. ليش يكون برا؟ لان الاضاءه اللي قاعد تنعكس ورا بدل ما تكون ما منها فائده ضايعه، استفيد منها انها تنعكس باتجاه الوجه، عشان اذا في اي ظلال بعد تلغي الظلال. اوكي؟ لان اذا استعمله بالشكل هذا في عندي اضاءه ضايعه ما قاعد استفيد منها. اما اذا موجود الوايت بورد
قاعد استفيد من الإضاءة. وبأحيان استعمله مثلا على سيلينج، بأحيان على سيلينج السقف والجدران، على حسب الفكرة، كل واحد هو شطارته. مع كثرة البراكتس بتحسون ان صوركم انتقلت من اصور فلاش عادي كأنها استوديو، تحسون فرق. مع التجربة ان شاء الله نشوف هذا الشيء. انا حاليا اوقف عشان الصلاة وبريك لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة ان شاء الله نكون موجود هني اشرح لكم نظري، وبعدين نبتدي نجرب مع الموديل. اللي جاي مع كاميرا ويبي يضبطها يسألني عنها، انا حاضر يقدر يبها لي.
this continue now. Okay, I made the test for the direct flash on bones plus reflected. Sorry, قاعد اتكلم انجليزي sorry. اتكلم عربي. اوكي. سويت تجربه الحين اوريكم اياها ان شاء الله بس خليني الباجين حق الموديل. Your name Valeria? Valeria. Valeria معانا اليوم موديل تكون. وسويت لكم تست سريع وبعدين بي عندك كاميرا بنخلص ان شاء الله البرزنتيشن تقدرون تجربون. لوتشيني هني مو احسن لك؟ هني مو احسن؟ صايرها صوب. تبين هني او هناك كيفك؟ اوكي يعطيكم العافيه. في تقنيه موجوده بالسبيد لايت انا استعملها في شغلي مع السبيد لايت بنسبه عاليه جدا اسمها اف بي او فوكال بلين. هذه مهمة جدا وحين أوريكم فائدتها. شنو هذه التقنية؟ هذه لها تأثيرين. إذا أنا قاعد أصور مع ضوء النهار برا مع الشمس ومحتاج إني أحول الخلفية أو الباك جراوند إلى صورة ضبابية، الباك جراوند أنا قاعد أتكلم مو الموضوع، والموضوع يكون واضح شارب. فاستعمل هذه التقنيه، اشغل هذه تقنيه الاف بي عشان اقدر استعمل الشتر السريع. يعني عندنا شغله في معظم الفلاشات معظم الكاميرات اسمها سرعه التزامن سينكرونايزيشن سبيد. سرعه التزامن هذه تختلف بين كاميرا وكاميرا، بعض الكاميرات 180، بعض الكاميرات 200، بعض الكاميرات 250، بعض الكاميرات 320، يعتمد على الكاميرا. فإذا أنا قاعد أصور تحت أشعة الشمس ومحتاج إني ألغي وضوح الخلفية بالوضع الطبيعي ما نقدر ننزل لفتحات عدسة 1.4 ولا 1.2، صعب. ممكن ننزل إلى 4، 3.5، 5.6 يعتمد على الإضاءة. بس بتقنية الـ FP أقدر أنزل لفتحات عدسة 1.2 إذا عندي بعض العدسات أقدر أستعملها. وتنفعني بعد في تثبيت الحركة للمواضيع داخل الاستوديو. أوريكم الحين وشوفوا شلون طريقة. شرحت أنا لكم على السريع اللي بيصور هذا التكنيك عشان أوريكم شلون نشغل هذه الميزة. بالنايكون أقدر أضبطها من خلال الكاميرا. الشركات الثانية تختلف على حسب الشركة، بس موجودة في معظم الشركات الثانية. اللي يرغب تصوير هذه الشاشه اللي هذه عمليه تضبيط الاف بي من خلال الكاستم. ادخل الى فلاش سينك سبيد. ومن خلال فلاش سينك سبيد انتقل الى 1/250 FP Auto FP Focal Plane. إذا شغلت هذه الميزة أقدر أستعمل سرعة شتر غير سرعة التزامن، أصعد 500، 1000، 2000، 8000 أقدر. بس بدون تشغيل هذه الميزة ما أقدر أصعد. مثل ما قلت لكم قبل شوي عندي سرعة تزامن محدودة. شو المقصود بسرعة التزامن؟ أشرحها لكم على السريع. الفلاش من يعطي ضربته لابد ان تكون في حاله تزامن مع الشتر اللي يتبطل ينفتح ويتسكر، يعني لازم يكونون في وقت نفس الوقت، ما يصير الفلاش اسرع او الشتر اسرع. ففي ميزه الشتر السريع هاي سبيد. التكنولوجيا هنا شوي اختلفت. شنو هذه التكنولوجيا؟ بدل ما ان الفلاش يكون متزامن مع الشتر، صار عندي الفلاش يعطي مجموعة ضربات أثناء تحرك الشتر سيكونس، كل جزء من ثانية ضربة ما تشوفها العين، عملية سريعة جدا. بالنتيجة بعدين يعطينا، شوف هذه الصورة الحين، هذا المثال. الصورة اللي على اليسار
سرعة التزامن 250. شوفوا منطقة الشمس شلون صايرة شايني، ليش؟ لأن مستعمل فتحة عدسة رقمها صغير. بس من رفعت الشتر صار عندي هني إضاءة أفضل. الحين أعطيكم مثال ثاني تشوفونه عشان تفهمون هذا التكنيك بشكل أفضل. شوف هذه الصورة، هذه الصورة بدون فلاش، الصورة هذه بدون فلاش، معلومات موجودة. ننتقل الحين للصورة اللي بعدها بفلاش. طبعاً أنا ما قدرت أنزل كل سيكونس بلا وقت، أعطيتكم بس أمثلة سريعة. شوف هني استعملت فلاش، رفعت الشتر، شوف الشتر 1000، شوف الباك جراوند صار غامج، إذا دارك شوف هني الباك جراوند شلون فاتح. من رفعت الشتر إلى 1000 صار عندي الباك جراوند دارك أكثر، غامج أكثر. شوف الحين اللي صار بعدها، اللي يشوف هذه الصورة يعتقد أنها بالليل أو مغرب، في حين هي نفس الوقت تقريبا الساعة 12 الظهر. هني الشتر عندي 3200، هني الشتر 1000. شوف المعلومات قاعد تختلف معاي بالنسبة للشتر، سرعة الشتر. كل ما أرفع الشتر قلت الإضاءة الخارجية اللي يقول عنها ambient، والفلاش ينور الوجه، يعطي لايتنج حق الوجه. هذا التكنيك أنا استعمله كثير، وايد استعمله هذا. والاستعمال الثاني هني أقدر استعمل شتر سريع لتثبيت حركة موضوع برا الاستوديو أو داخل الاستوديو. شوف هذا داخل الاستوديو، هذه واحدة من الورش اللي سويناها. شتر هني كان 2000 فريز بالضبط. فتكنيك الاف بي مهم جدا لتثبيت حركة المواضيع داخل الاستوديو وخارج الاستوديو أي موضوع. أسألكم سؤال، الملح سولت كثر سرعة الشتر اللي يحتاجه لتثبيت حركته؟ ملح، الملح شلون؟ كم؟ 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 ايش كثر؟ 2000. إذا محتاج إني أثبت ذرات الملح وهي نازلة أحتاج شتر 2000 1 over 2000 to freeze the salt. هذه سويت عليه تيست وانصدمت من النتيجة. أنا كنت متوقع 640 تكفي، 640 في عندي اهتزاز، 1000 في عندي اهتزاز، 1600 في عندي اهتزاز، 2000 صار عندي فريز مع فلاش. أنا أتكلم شغلة كلها فلاش، كل المعلومات اللي قاعد أقولها مع فلاش. فنفس الشيء من أحتاج أني أصور أي مواضيع سريعة أحتاج سرعة شتر 1000 أو أكثر، يعتمد. يمكن اللي تابع الانستغرام بعدين أعطيكم البزنس كارد، بعض الورش أنا مصورها فيديو سريع، تغطية سريعة، موجودة التقنيات شلون قاعد استعملها. يعني مرة من المرات جبنا موديل وحذفنا عليه باودر، ومرة ماي مع الشتر السريع. في تكنيك هذا مهم جدا قليل من المصورين يستعملون، اسمه رير كيرتن فلاش او سكند كيرتن فلاش. رير كيرتن فلاش او سكند كيرتن فلاش. عشان استعمل هذا التكنيك احتاج استعمل شتر بطيء في اضاءة خافتة منخفضة، شبه ظلام، مو ظلام، ممكن استعمله مع ظلام بس اضاءة منخفضة. الحين واحد يقول لي شلون؟ أسألكم سؤال، إذا واحد قاعد يركض إيش كثر محتاج سرعة الشتر لتثبيت حركته؟ 500، أوكي 500 320، زين. إذا أنزل الشتر إلى 1/60 وهو يركض يبين اهتزاز ولا ما يبين؟ زين، إذا نزلت الشتر 1/30 يبتدي الحركة تبتدي تحول إلى بخار، زين. إذا أنزل الشتر إلى 1/15 ما أقدر أشوف، أشوف بس لون، صح؟ أوكي، نص ثانية هذه صورتها، نص ثانية، half من second، نص ثانية مع فلاش. بدون فلاش، بدون هذا التكنيك ما تشوفون شيء، تشوفون بس لون،
بس لون. تعملت هذا التكنيك، احول التكنيك الى اكشن، الى حركه مع نص ثاني. بالوضع الطبيعي ما يبين عندك هذا، ما تشوف شيء. مستعمل فلاش ومستعمل عدسه 14-24. اللي مجرب تقنيات الحركه يعرف شنو هذا، لان بالوضع الطبيعي صعب. لا مو زومنج هذا، بس نص ثانيه، نص ثانيه صعب. في من تقنيات الحركه شيء اسمه فيل ان، تكلمت عنه في البدايه بس بوريكم صور ثانيه، اني اقلل الاضاءه. مو قلت انا واحده من شغلات الفلاش او واحده من وظائف الفلاش انه يقلل الظل اذا الشمس حاده، اذا هارش لايت، هذه واحده من شغلات الفيل ان. اذا انا لابس كاب قلت لكم تصوروني يصير هني دارك اسود، نفس نظام الريفلكتر. طيب شوف المقارنه هني، شوف المقارنه، على اليسار بدون فلاش، على اليمين مع فلاش. هذا المقصود بالفيل ان. فيل ان لو ما مو مستعمل فلاش هنا تبين الالوان، شمس عموديه تقريبا هنا. بالضبط. نروح الى الاكسسوارز عشان نخلص ونبتدي عملي مع الموديل. من الاكسسوارات اللي نحتاج، على فكره ما نقول اكسسوارز يعني اوبشنال، اختياري، يعني ممكن يحتاجها المصور ممكن ما يحتاجها، يعني مو شرط ان واحد يشتري كل الاكسسوارات، يعتمد على الافكار ويعتمد على استعمال التقنيات. هذا الفلاش مخصص للتصوير من مسافات قريبه، جريبه، كلوس، حق مايكرو، حق مواضيع صغيره. اوكي، مخصص للتصوير مواضيع صغيره، حشرات مثلا، اكسسوارات. بس شوف المصور الذكي هني شلون استخدمه بطريقه ثانيه مختلفه ما حد يتوقعها. هذا مو تصويري للامانه، من النت. حوله الى رينج فلاش. اوكي، فيعتمد على شطاره المصور. شوف هذا السيت اب، هذا نقدر نشغل هذه الفلاشات مع هذا الفلاش بروح مع هذا الفلاش، يعني كل هذا السيت اب كله يشتغل مع بعض. حدنا له 9 فلاشات. مثل ما وريتكم قبل شوي مع الـ SU-800. هذه مهمة جدا. اللي يصور تصوير متتابع بحيث يحتاج كل جزء من الثانية ياخذ هذه البطارية، هذا الباتري باك. عمل هذا الباتري باك انه يقصر الفترة الزمنية بين صورة وصورة عشان يصير عندنا تتابع بالتصوير. موجود عندي هنا، انا استخدمه وايد. انا جايبه بدون باوتش. هذا ركبه تحت الكاميرا، هذه ركبه تحت الكاميرا واستخدمها. جدا عملي. الفكره من استخدم الباتري باك لابد انه يكون عندي بطاريات بالفلاش، يعني مو استغني عن بطاريه الفلاش. وهني عندي 8 بطاريات. سريع جدا. بعد شوي نجربه ان شاء الله. مع الموديل نجربه. الهوت شو هذا يكون موجود مع العلب معظم الاحيان عشان نركب الفلاش. البوب اوف فلاش تكلمت عنه. الاس يو هاي 800 هذا اللي قلت انه مهمته انه يتحكم بماكسيموم 9 فلاشات، واقدر احوله الى جروبات بحيث كل مجموعه اتحكم في الاوتبوت بشكل مختلف. فلاش ممكن يكون على الصفر، فلاشات ممكن تكون على الناقص او الماينس، فلاشات تكون على الزائد، يعتمد على التحكم. الستاند هذا نحتاجه عشان الامبريلا، نحتاج امبريلا ونحتاج نستعمل عليه الفلاش حتى يتحرك. الدفيوزر متى نستعمل الدفيوزر؟ لتنعيم الاضاءه بالضبط، عشان تكون الاضاءه سوفت. اكثر شيء هذا يناسب اذا شخص وجهه كله تجاعيد وما نبي التجاعيد تبين، فاستعمل هذا. حق المكياج بعد ينفعني. في اشكال وايد، مو بس هذه، في اشكال مختلفه وانواع مختلفه. تنجستن كوركشن فلتر، في احد يستعمل هذا الفلتر؟ خوش سؤال، وايد ناس ما يعرفون شنو هذا. شنو هذا الفلتر؟
ليش يغير لون الفلاش؟ شلون حسب المكان؟ بالضبط كلامكم صحيح عشان الوايت بالانس هذا. هنا اشرح لكم اذا قاعد نصور في مكان اضاءته صفراء نفس هذه، هذه الاضاءه كل المكان اضاءته صفراء زين، من اصور الشخص من اوقف الموديل هني واصورها ويها الوجه او الوش يبين اوكي بضربه الفلاش، بس الباك جراوند يصير لونه اصفر. انا ما ابي اللون الاصفر يبين عندي بالصوره، محتاج انه يكون كل الالوان متساويه. اركب هذا الفلتر على الفلاش واحول الوايت بالانس الى تنجستن، مهمه هذه الشغله. اركب هذا واحول الوايت بالانس الى تنجستن، فيصير عندي بالانس بين ضربه الفلاش اللي لونها اصفر وبين الاضاءه الصفراء اللي موجوده في مكان التصوير، فتكون عندي الاضاءه متساويه. هذا موجود حق الاضاءه الصفراء تنجستن، وفي عندنا واحد ثاني موجود حق النيون، هذا حق النيون، هذا حق النيون. نفس الشيء من يكون عنده تصوير في صاله والاضاءه اللي موجوده بالنيون، تعرفون النيون البايب اللايتنج الطويل، يعطيني على اضاءه الصوره لون اخضر الى ازرق، يصير عندنا بالانجليزي يقول جرينش بلوش. حتى اتخلص من هذا اللون استعمل هذا الفلتر اركبه على الفلاش واغير الوايت بالانس، ضروري اغير الوايت بالانس الى وضع النيون حتى يصير عندي بالانس بالاضاءه. هذه قاعده لحمل ثلاث فلاشات في انواع، هذه اللي موجوده عندي تختلف شوي، هذه اللي موجوده عندي نفس هذا، هذه دائما تكون معي بالسفر اركب عليها ثلاث فلاشات. صورة الطفل اللي شفتوه، صورة الحرمة أو المرأة اللي موجودة في مزارع الشاي، استعمل هذه القاعدة. نحتاج نستعمل الأمبريلا. الأمبريلا شنو فائدة الأمبريلا؟ مو شرط، ممكن تكون ديفيوز وممكن تكون هارش لايت، يعتمد بيضة ولا صفرة ولا الكرمادية، يعتمد على فكرة المصور. بالضبط تنشر الإضاءة لمساحة أكبر. يعني انا اذا عندي رجل كبير بالسن ووجهه كله تجاعيد وماسك عصايه بايده ومحتاج ابين التجاعيد مع العصايه، استعمل اي امبريلا؟ سيلفر. سيلفر حتى تبين التجاعيد مع العصايه تنشر الاضاءه. اما اذا عندي موديل قاعده على البحر ووقت تجريب الغروب وابي اعطي وورم للصوره، استعمل الجولد. فالجولد متى نستعمله؟ نستعمله في ثلاث حالات. إذا البشرة تكون دارك غامجة كلش استعمله، وإذا البشرة تكون فاتحة لايت سكن فيري لايت سكن، وإذا محتاج إني أضيف في بعض الأحيان يلوش كاست، أضيف لون وورم اب إلى الموضوع. فيعتمد على الفكرة، لا تصورون أصور نتيجة رد فعل، صوروا أصور نتيجة أفكار وخطط. الصور اللي نتيجة رد فعل قد تكون نسبة الفشل فيها عالية، يعتمد على خبرة المصور. يعني أنا شخصياً يعني لو أوريكم التليفون اللي معي اللي يسافرون معي بالورش اللي أسوي يعرفون هذا الشيء. قبل لا أسافر الورشة بشهر أو شهرين أجهز خطة كاملة لكل مراحل الورشة والمواضيع اللي أصورها لأنا مو بس المتدربين، وأشتغل يوم يوم. حصلت الموضوع اللي أبيه خلاص أنتقل اللي بعده، ما حصلته أبحث عن موضوع ثاني بديل لين ما يتوفر عندي الموضوع الاساسي. لا تشتغلون على مبدا انه والله شفت شيء عجبني كليك. فكر فكر، حتى لو تاخر نفسك عن التصوير ثواني فكر، ما عدا الاحداث النادره هذا موضوع ثاني. السنوت والجريد، السنوت عشان يعطي ضربه خفيفه على الشعر، هذا هو بلاري. يعني اوريكم مثال، ممكن اني انا كان الكبير ممكن اضرب ضربه هني في المنطقه هذه عشان افصل لون الشعر عن الخلفيه على الباك جراوند، ممكن استعمل ورا عشان يعطيني هاله ضوئيه حوالين الشعر، يعتمد على فكرتي. فهذا السنوت ممكن نستعمل مع سبيد،
واستعملته في الصورة الجاية. شوف هني الصورة فيها شمس وفيها سنوت. فيها شمس وفيها سنوت. وين أي جهة تكون الشمس وأي جهة السنوت؟ هذا سنوت وهذا الشمس. فيعتمد على أنتو فكرتكم. السوفت بوكس دائما نستعمله للحصول على إضاءة ناعمة هادية، تشتيت حق بيوتي، حق مكياج، نستعمله أحيانا حق البورتري، حق الأطفال، يعتمد على الفكرة بالضبط. عندي هذا الدوم 360 درجة، هذا يغطي لي 360 درجة من الإضاءة، بس هذا الشغل عليه شوي صعب. ليش؟ لا، في تحكم، تقدر تحكم، لأن هذا قاعد ينشل الإضاءة ب 360 درجة، الماتيريال المصنوع منه يكون شوي كثيفة، فنسبة الإضاءة اللي تطلع من هذه القطعة تكون وايد ولا شوي أقل، فمحتاج أعوض من خلال الآيزو أو فتحة العدسة. هذا هني هذا الجزء عندي يعطيني 360 درجة إضاءة، مثل له سوفت الشمس هارش، فعشان أغطي هذه الإضاءة محتاج أني أرفع الآيزو أو أتجه إلى فتحة العدسة، فيبي له شوي براكتس، أو ممكن اللي يعرف مانيوال يقدر يحول الفلاش مانيوال ويستخدمه، ما في مشكلة. عندنا البوم ستاند والستاند العادي لحمل الفلاش. هذه هني إذا عندي، يعني هالاكسسوارات كلها عندي، إن شاء الله تيوني الكويت أوريكم العدة اللي عندي، بس مشكلة الطيران 30 إلين قاعد أدفع، يعني معظم الورش اللي جيت فيها دفعت زيادة، فاضطريت إني أكنسل فكرة هي بمعدات وايد. البوم مهمته إذا أنا أبي أصور الموديل وحط الفلاش ورا الموديل، ما أبي الستاند يبين بالصورة. Can you come here please again? Thank you. يعني تخيلوا، أنا ستاند أوقف وراها، أبين بالصورة صح؟ إذا كان البوم كذي بالشكل هذا، الذراع بالشكل هذا يبين بالصورة عندي؟ فهذا البوم نستخدمه، أستخدمه مع الاستوديو وأستخدمه مع السبيد لايت. Thank you. شوف هني شلون استخدم هذه الصورة. هذا وريتكم بس مثال إني شلون أصور بعض الأحيان. ثلاث فلاشات، مساعد ممكن موجود معاي، نرفع الستاند فوق. كم فلاش؟ واحد. سوفت بوكس. كم فلاش؟ ثلاثة، يمين وسط يسار. اليسار مستعمل فيه الدوم هذا 360 درجة عشان يغطي مساحة كبيرة من المكان. شوف هني، تذكرون صورة الودينج البنت اللي في سريلانكا؟ هذا السيت اب اللي استخدمته لتصويرها، امبريلا وثلاث فلاشات. فيعتمد على شلون نستعمل العدة. هذا البراكت مهم إذا نبي نصور الصور عمودية، يعني الكاميرا تكون vertical بالضبط. ضيعتها. من أصور موديل أصور بالشكل هذا، هني يصير عندي ظل. ليش؟ للفلاش برا. إذا استعمل البراكت، البراكت يركب تحت، يكون الفلاش على مستوى العدسة، فما يصير عندي ظل لا يمين ولا يسار. حق اللي شايفين تغطيات مهرجان كان في فرنسا، شايفين مصورين، كل المصورين اللي موجودين عندهم كاميرتين، واحدة الفلاش يكون فوق لين يصور بالعرض، واحدة مع براكت يصور بالطول. كل المصورين اللي شفتهم. هذه هنا عندنا أكثر الأخطاء اللي تصير عند المصورين يستعملون الفلاش. على وشك نخلص النظري وبعدين نتجه للعمل إن شاء الله. أكثر الأخطاء اللي تصير عند المصورين، بعضها ذكرتها أنا مريت عليها و
وكيت عليه والحين بالخاتمة أرد لها مرة ثانية لأنه وايد تكرر عندنا. مسافة وايد تكلمت عن المسافة لأن كثير من الأخطاء اللي تصير بسبة الفلاش المسافة، إني أصور من بعيد فالفلاش ما يوصل، خصوصا إذا عندي البوب أوف فلاش الصغير. كم مسافة البوب أوف فلاش اتفقنا عليها؟ عدة 3 متر، 3-4 تقريبا يعتمد على نوع الفلاش. زين إذا أنا موضوعي 6 متر، فيا إما إني أجدم أو فتحة عدسة أو آيزو. فأكبر مشكلة حطوا بالكم كل ما تبعدون حتى لو الفلاش يوصل مدى، المكثف اللي داخل الكوندنسر داخل يفضي شحنته أكثر، فيحتاج وقت للشحن أكثر أسرع أطول أكثر. يعني أنا أبي أصور هني مسافة قريبة بسرعة يشحن، أقدر أصور كونتينيوس 10-11-12-15 صورة. إذا وقفت هناك بنهاية القاعة وضبطت فلاشي، ضبطت الفلاش يعطيني إضاءة صح، أنا ما أتكلم إذا إضاءة غلط، ضبطت الفلاش هناك فلاش هناك يعطيني إضاءة صحيحة، بس أقدر أصور كونتينيوس؟ رأيكم؟ لأنه الكوندنسر المكثف قاعد يفرغ الشحنة أقصى ما يمكن، فتحتاج وقت لإعادة الشحن. فلكم أنتوا إذا تستعملون فلاش ومحتاجين التصوير المتتابع أكون قريب من الموضوع، لا تبعدون عن الموضوع، إياكم والمسافة. اف ستوب، أنا تكلمت عن فتحة العدسة، ما أستعمل فتحة العدسة 22، أستعمل 2.8، 3.5، أستعمل 1.8، يعتمد على فتحة العدسة المتوفرة عندي. الاتجاه الخاطئ للفلاش من أكبر الأخطاء، يمكن بعضكم الحين يستغرب على حركة أسويها. هذا الفلاش صح؟ كم واحد انتبه أن الفلاش فيه طقة تحت؟ هذا مو الوضع الصحيح للفلاش، هذا الوضع الصحيح للفلاش. كم واحد انتبه حق هذه؟ انتبهت لها؟ طش العافية. في أحد انتبه حق هالحركة هذه الفلاشات؟ هذا مو الوضع الصحيح للفلاش، هذه الإضاءة نازلة تحت. هذا الوضع الصحيح للفلاش. وبأحيان يكون مثلا بالغلط مستعيل الفلاش يكون كذي. تصير هالأخطاء وايد. فانتبهوا للاتجاه الصحيح للفلاش. يعني أبي أصور الموديل أنا بونس، وبدل ما أحط الفلاش كذي، أحط الفلاش كذي. فالاتجاه الخاطئ للفلاش يعتبر مشكلة. مثل ما قلت قبل شوي، تفضل. اي ما كان موجود بالصوره ما اذكره والله، لان مستعمل اكستريم وايد انجل، مستعمل 14-24. اتفقنا قبل شوي اذا نحتاج الكل واضح، مثل ما اعطيتكم مثال كلكم واضحين، استعمل وايد انجل. والفوكل بوينت معناته فيك تطلع فيها 8-11 فتحه العدسه الفوكل. ايه فتحه، لا مو وايده، يمكن انا ما اذكر ايش كثر. الجبل يطلع اخضر، كل يبين الجبل ديتيل. لا هذاك مو من الفلاش، هذاك تاثير الشمس لين شروق كان. اي بس حتى اذا تعرضت الابرتشر ما راح يطلع بهالديتيل، هو والموديل اللي بالوش بالفور جراوند مع الوايد انجل يطلع باك جراوند، يطلع مع الوايد انجل، يطلع على الفور. جرب مع الوايد انجل، حط فتحه العدسه 5.6 وايد انجل اضمن لك يطلع. بس وايد انجل اي هي اللي 14-12، مو وايد انجل 20 ولا 24 ولا 28. اوكي، فلذلك انا كنت متعمد على هالحركه. عندنا مشكله تصوير اللون الابيض، هذه مشكله كبيره جدا. اذا البنات او الشباب يصورون مناسبه عرس، اوكي ودينج، العروس لابسه ابيض كلها ابيض وبشرتها فاتحه، بشره فاتحه، والجدار او الطوفه او الوول لونه ابيض، هني عندنا مشكله مع الفلاش. الفلاش هني يعطيني صوره غامجه، ما يعطيني صوره بالالوان الطبيعي، يعطيني لون رمادي. ليش؟ لان اللون الابيض، تفضل. لا مو اضاءه، لان اللون الابيض يعكس اضاءه وايد فيخدع الكاميرا. ايش بتسوي الكاميرا؟ تقلل الاضاءه بروحها. فإذا أنا قاعد أصور كل شيء أبيض، يعني واحد لابس كندور أبيض وغترة أبيض وبشرته لونها فاتحة وواقف عند طوفة
طوفة أو جدار لونه أبيض لا يعتبر مشكلة كبيرة حق الكاميرا والفلاش. فشنو الحل اللي أسويه؟ في عندي بالفلاشات في عندي زائد وناقص، علامة الزائد ناقص وريتكم إياها قبل شوي بالشاشة، أزيد من الإضاءة ممكن 1 ممكن 1، يعتمد على تفاصيل المكان، فلازم أسوي تيست. فنصيحة لكل المصورين في كل مجالات التصوير، إذا قاعد تصور موضوع جديد أو فكرة جديدة مبتكرة ما جربتها قبل، أول صورة وثاني صورة تكون تيست حتى تضبط كاميرتك بعدين على السيتنج الصح. أنا أسوي هذه الحركة، إذا قاعد أصور في ظروف جديدة ما صورت فيها قبل لازم تيست. فإذا قاعد أصور موضوع أبيض أزيد من قوة الفلاش، وريتكم إياه قبل شوي كان زائد 0.3. أما إذا موضوع أسود، واحد لابس ملابس سوداء وهو بشرته سمرة واقف عند طوفة، أنقص. ليش؟ لأن اللون الأسود يمتص معظم الضوء فيخدع الكاميرا، فالكاميرا تزيد الإضاءة بكيفة. فتنتبهون، كلامي واضح ولا عيد مرة ثانية؟ هذه من أساسيات تصوير الفلاش، مهمة جدا. فلذلك أول كنت أصور عروس بالاستوديو، كنت أصور عروس، فقبل لا أبتدي أصور أروح أشوف المكان عشان أعرف إضاءتي شلون. فهذه شغلة مهمة جدا. رونج فلاش سيتنج، تكلمنا عن فتحة العدسة، تكلمنا عن الزوم، تكلمنا عن شغلات ثانية. من نصور تحت إشعة الشمس هارش لايت، إضاءة حادة، آتنون ظهاري، ما أستعمل فلاش أركب عليه أكسسوارات مسافة بعيدة، أقرب. إيش كثر أقرب؟ مترين ثلاثة أمتار، يعتمد على مسافة الفلاش. البعض اللي يصورون بالورش دائما الأخطاء هذه تبين معي بشكل كبير مع المشاركين بالورش الخارجية، اللي يكون مرافق لهم من الصبح لبالليل ويه بويهم، فتبين الأخطاء. فإذا قاعد أصور، يعني مرة في تنزانيا قاعد أصور قبائل مساي، واحدة من الأخوات قاعد تصور بفلاش بالسبعين ميتين، فبالسبعين ميتين أوردي قاعد تصور مسافة بعيدة تقريبا 7-8 متر، فالفلاش ما لقيته. فقلت لها خليني أشغل الكرياتيف لايتنج سيستم، ومسكت الفلاش عند الموضوع تقريبا مسافة متر ونص، وعطت نتيجة ممتازة. فالحين هذه السوشيال ميديا اللي بيتابعني عنده سؤال عنده شيء، مع الاعتذار انا مو وايد مع السوشيال ميديا، بس احاول كثر ما اقدر اني اتواصل معاكم. بعطيكم البزنس كارد بعد شوي عشان نوصل كويستشن وانسرز وبعدين العملي. في احد عنده سؤال استفسار؟ المعلومات اللي عفوا بس اقول المعلومات اللي ذكرتها مو حق اللي عند مبادئ، يعني اللي جايني على الصفر معلومات صعبه عليه، اللي جايني حضر وعنده باك جراوند عن التصوير المعلومات تكون مناسبه. المعلومات اللي ذكرتها لمستوى متوسط الى شوي ادفانس، وان شاء الله اذا صارت الفكره اللي مع الاستاذ علا ان شاء الله نتفق عليهم بلكم بتكون بعد اقوى. فاللي جاي على الزيرو لا ما تناسبه هذه، لان طلبوا مني اني ارفع المستوى عشان الاستفاده تكون اكثر. في احد عنده سؤال؟ سؤال؟ اي شيء ببالكم؟ اعطيكم 10 دراهم لكل سؤال. تفضل. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you for a nice lecture. You're welcome. Is there any reason why you prefer to shoot with three strobes at the three lights at the same time? Depends on my idea. Sometimes I'm using 1, 2, 3, up to 6. Depends. So normally it's better for. Sorry, I have to talk Arabic. It's better to use. عدد الفلاشات اللي استخدمها مرتبط بالفكرة اللي أنا مخطط لها. ممكن يكون فلاش، ممكن 2، ممكن 3، 4، 5، 6، يعتمد على الفكرة. العدد مرتبط بشكل مباشر بالتخطيط المسبق، فما في يعني لازم كل صورة استعمل 3، لا يعتمد. يعني أرشيفي وايد كبير، لو أبي أعرض لكم صور 3 ساعات ما تكفيني، يبي لنا أيام. Thank you. بعد في أحد عنده سؤال؟ مساء
السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. لو سمحت ممكن تعطينا شوية هيك نصايح بخصوص تصوير الأطفال الإنفانت الصغار كتير يعني عمر 3 شهور وشهرين وأربعة. أوكي. بيستعمل فلاش وخلينا نقول تصوير منزلي خلينا نقول لحد ما يعني فلاش الاعتيادي بدون ما يكون بروفيشنال كتير يعني. إذا في شوية نصايح عندي ولد عمره 25 يوم. الله يخليك. حلو استفيد منه يعني. الله يخليك إن شاء الله. عندك عدسة مايكرو؟ زين. عندنا تصوير الأطفال نيو بورن بالذات. احلى شيء فيهم اني اصور مقاطع منهم اصابع شفايف عيون خشم جزء من الجسم اذا احتاج استعمل فلاش ما استعمل فلاش مباشر افضل طريقه اذا في مجال اجيب فلين تعرفون الفلين فم فلين واثبته يمين يسار الطفل واخلي الفلاش يضرب على الفلين الفلين شو بيسوي هني ينشر الإضاءة فصير إضاءته ديفيوز إذا ما عندي فلين أنا ليش قلت فلين ممكن إذا عندنا طوفة أو جدار ما في مشكلة بس الفلين أقدر أشكله بالزاوية اللي أنا أحتاجها حسب الفكرة أما إذا عندي طوفة مثلا أو جدار لا ما أقدر مضطر إني أحط ستب واحد اثنين ثلاثة بس إذا أروح المكتبة في عندهم البورد الأبيض الكبير نقدر نستعمله أخلي الفلاش يضرب عليه واحدة من الطرق إذا تقدر إذا عندكم في البيت دريشة أو نافذة أوكي بيكوندو تجيب الطفل عند النافذة زين إذا عندك فلاش خل الفلاش يضرب انعكاسات فإضاءة النافذة بس مو شمس داي لايت نهار بس مو شمس إضاءة اللي تدخل من النافذة تعطي ديفيوز لايت والفلاش يسكر مناطق الظل بس لا يكون مباشر ممكن تستخدمه بس سالفة الفلين جربها وأنا أضمن لك النتائج حلوة فلين أفضل من الجدار لأن فلين أنا أقدر أشكله بالزاوية اللي أبيها ممكن البيت ما أقدر أقربه صوب الطوفة ممكن مكان محدود بس أستعمل فلين تنحل هذا السالفة بكلافي بعد في أحد عنده سؤال أي سؤال 10 درهم أوكي أوريكم الحين اللي سويت التست السريع سويته حق الموديل قبل شوي صورته هذا الدايركت فلاش شوفوا المشكله اللي عندنا هني في عندنا ضربه فلاش هني شوفوا مناطق الظل اللي موجوده هني قاعد تشوفونها بالضبط هني الظل اللي عندنا ايش رايكم حلو هذا لو حاطه ميك اب وايد ايش رايكم بتكون اوكي زين نروح الصوره اللي بعدها يعني ما غيرت ولا شيء ما سويت يعني صورت على السريع تيست شوف الاضاءه هنا استعملت السقف ضربت على السقف اوكي شوف حتى الباك جراوند عندي صار منور قبل شوي كان الباك جراوند ظلمه شوف وجهها صار بشرته ناعمه اكثر هذا تست سريع سويته شوف الحين هني استعملت الوول ضربت على الطوفه وانعكس مره ثانيه في عندي شوي لون كاست خفيف جاي من الاضاءه لانه الوان مختلفه موجوده هني وسبوت لايت بس شوف تدرج الاضاءه من اليمين اضاءه الى اليسار تدريجيا صار عندي غامج هذا السيت اب اللي قبل شوي شرحت لكم اني ما استعمل فلاش مباشر اوكي في احد يبي يجرب الحين مع الموديل جايب مع الكاميرا يبي يجرب ولا انا اصور لكم تشوفون انا اصور ما حد جايب كاميرا اوكي يس نو ذا فلاش ويتش كاميرا دي هاف سوري اي دونت هاف ذا كاميرا سوري في على فكره بالنسبه للورش اللي قاعد نسوي خصوصا مع نايكون سكول احنا ما عندنا مشكله اي واحد يحضر من اي شركه ثانيه لانه تبادل المعلومات ونشر الثقافه جزء مهم في تطوير مستوى التصوير انا ما عندي مشكله كانت عندي ورشه قبل فتره حضرتها اعتقد في الاتحاد صارت عندنا مشكله شو المشكله اللي صارت اللي حاضرين نايكون كانون زين بعض الكانون ما يعرفون يضبطون الفلاشات وانا التارجت اللي عندي ك اوفيشال ترينر حق نايكون ربع نايكون ما يصير اهد ربع نايكون واروح الكانون ف
فمضطر اروح للنايكون اشرح وارد الى الكانون اشرح وارد مره ثانيه نايكون وكانون فصار كونفيوجن صار تاخير حتى العملي ما كان بالمستوى اللي مطلوب حتى بعدين قلت لهم ابي عملي ثاني عشان اقدر اركز معه اكثر بس ما عندي مشكله يعني اللي بيستفيد حيا الله زين الحين انا بصور كم صوره واوريكم النتيجه وناقشها مع بعض Your turn now. هني في عندي ضربة بروجيكتر قاعد تشوفونها ضربة بروجيكتر اوكي زين اذا بغيت اصورها في هالظروف هذه ومحتاج اني اتخلص من هذه الضربة شنو الطريقة شلون لا لا ما بينبر الله لا الحين شوفون الضربه اللي موجوده هنا على وجهها من الداتا شو اوكي انا ابي الغي هذا تاثيرها ابي اقلل التاثير شنو الحل ارفع بالضبط اشغل اف بي اشغل الهاي سينك سبيد ايش كثر ما ادري الحين تقول شو ما تدري انت استاذ وهذا لانه الداتا شو في اكثر من نوع المسافه تلعب دور في كثير من العناصر فايش بسوي هني اسوي تيست اوكي ارفع الشتر واشوف اصور ثلاث صور صوره شتر يكون 250 وصوره يكون شتر 1000 وصوره يكون شتر 2000 ايش رايكم نجرب اوكي نجرب نشيل الميموري When you see when من تشوفون الكاب لف يعني switch on. Okay. شتر أول شيء 250. هذا 250. بعدين أروح إلى الشتر. 500 قلنا 500 اروح بعدين الى شتر 1000 ونطالع الصوره ونشوف الفرق بين اول صوره واخر صوره اول صوره فيها ضربه خفيفه على العين من الداتا شو اخر صوره ما تشوفون هذه الضربه خلونا نطالع الحين ونشوف شوف هذا هني كان 250 شوفوا هني 1000 حتى الباك جراوند اختلف معانا هني الباك جراوند شوي فاتح هني الباك جراوند صار دارك اوكي بس انا بعيد التجربه بسوي شغله بنزل الشتر اكثر بدل ما يكون 250 انزل 60 عشان يبين تاثير الداتا شو اكثر هذه فائدة التست لأنه ما تقدر تضمن نتيجة لموضوع أنت مو مجربة 100% Let's do it again.
الحين بين معانا الداتا شو تشوفون. انتوا تصورون جي بيج ولا رو ولا روزا جي بيج؟ انا دائما استعمل روزا جي بيج عشان الرو تكون اوريجينال في هاي ريزوليوشن، والجي بيج للفحص بس عشان افحص الصوره. شوفوا تاثير داتا شو، قاعد تشوفونه؟ بين معاكم تاثير داتا شو؟ قبل شوي ما كان عندنا تاثير، صح؟ واضح للكل؟ سوري. You didn't. Here you can see the here. You can see here the color. It is from the data show. The other one. Let's go back for the other one. شوفوني. بين معاكم؟ Okay. فهذه واحدة من شغلات. في أحد وده يجرب هنا يعطي كاميرا يجرب؟ طبعا ما اقدر اخلي الكل يجرب، بس واحد اثنين اللي مهتم. في احد مهتم؟ يس بليز. اوكي. The first thing do you have Nikon or Canon؟ Canon. Canon, it's okay, no problem. Okay. Take the first shot. Okay. 1 over 60. And the second one, put it on 1 over 1,000. Okay. 1 over 60, the first one, and the second one, 1,000. This is a prime lens, so if you would like to be closer, you have to move your body. And this is the first one. Take the second one with the shutter one over 1,000. Okay. What is the eye? Check it. You can look at here and go back. Oh, this is yeah. Right. You saw the difference? Okay. Okay. Can you feel the difference? Yeah. That's right. Okay. You're welcome. Anyone interested to do practice? Anyone? Okay. I'll use now. I'll make studio lighting now, one flash with umbrella. يعطيك العافية. لا سهلة. I'll use the silver one. So do you think the contrast is higher or less? Higher. That's right. Thank you.
This is test. Okay. Can you come here, please? I have one important note. When you will use the flash for umbrella, you have to ensure that the head a little bit down to ensure that the flash will fire near the middle, not up than middle. Okay? Now I'll use WRR10, okay, to activate the flash. Okay, I'll show you the picture now. I'll put it on computer to see the difference. But let me take another test. Can you come here, better, because the projector. So I'll change my position, closer, backward. Nothing, I'll do it. The camera will adjust the lighting, depends on the TTL system. Okay? Your face this way. Okay. Okay. I'll go back. Can you come forward a little bit? Yes. Okay, the camera will control the lighting itself, the TTL system. I didn't do anything. Let's put it inside the computer to find. Sorry, I'm ugly with Arabic English. Sorry. من ورشتي قبل يومين أو أول أمس كانت إنجليزي. إنجليزي وعربي ورا بعض يضرب شوي. يروح ما بيروح ما بيروح أنا. شوف هذه الصورة. اوكي. شوفوا هني لايتنج. غيرت شيء انا؟ غيرت مكانه بس غيرت اوتبوت الاضاءة ولا الكاميرا ضبطت كل شيء؟ الكاميرا ضبطت كل شيء، ما سوى شيء. انا الحين استعملت فلاش واحد، بستعمل الحين فلاش ثاني. فلاش يمين وفلاش يسار. ونشوف الفرق، ايش رايكم؟ بس في هذه العملية المصور ما قاعد يسوي شيء، نظام التي تي ال هو قاعد يسوي كنترول ويحسب كرييتيف لايتنج سيستم يحسب الإضاءة ويعطي الأمر. لا لا مو ماكسيموم مو ماكسيموم، شلون الحين أثبت لك شلون مو ماكسيموم. أثبت لك شغلة شلون؟ انستغرام؟ لا لا ما فتح لك. بصور continuous الحين. بصور continuous ونشوف. Your face this way. Go back a little bit. على فكرة من أكبر الأخطاء تصير عندنا من نصور موديل أن نتعامل مع موديل كأنها توي كأنها لعبة. لا. الموديل بشر. فلازم نحترمها. معظم المودلز اللي أنا شخصياً أتعامل معهم يستأنسون بالشغل معي وبعضهم يتطوعون مجاناً يقولون لأنك تحترمنا. الباجين يعتبروننا مثل العبيد، مثل آلة يوجهونه مثل ما يبون. أنا لا، أنا دائما أقول للموديل أنت إنسان احترمش تحترميني، فلذلك يتعاملون معي بشكل أفضل ويطولون معي. يعني في بعض الأحيان نشتغل كوميرشال بالساعات. أوكي كان يقول كلوز أب بليز. أوكي شوف الحين أنا شو بسوي.
اوكي قاعد يصير عندي كونتينيوس ولا ما قاعد يصير عندي كونتينيوس؟ لو ابعدها الحين اختلفت المسافة، الفلاش ياخذ فترة زمنية اطول في اعادة الشحن. اوكي جرب الحين. لا والله زين لين الحين شوفوا شغال، بس بدا يضعف الحين. لو انا قريب لا ما تصير هذه الشغله، لو اقرب الحين اكثر شوف المسافه وايد. انا اكدت على موضوع المسافه لان مهمه جدا. ايش رايكم؟ فرقت ها؟ وايد فرق. اعطيكم قانون معروف في الاستوديو وفي التصوير الفوتوغرافي، قانون مهم. الاضاءة القريبة من الموضوع تكون سوفت. كل ما ابعد يصير هارش. هذا قانون في الاستوديو وقانون في السبيد لايت وفي حتى مع الشمس. الشمس في وقت الشروق اضاءتها ناعمه ولا هاديه؟ ناعمه. اقدر اطالع الشمس، في مشكله في شيء بعيني اذا انا قاعد اطالع الشمس؟ كل ما ترتفع الشمس تبتدي تنتقل من سوفت الى هارش. اتنون او وقت الظهاري اقدر اطالع الشمس بهالشكل دقيقه تحترق عيني، بس وقت الشروق والغروب اقدر ولا ما اقدر؟ اقدر. فهذا قانون يقول لك اذا الاضاءه قريبة من الموضوع تكون عندنا الإضاءة ناعمة سوفت. كل ما أبعد أكثر الإضاءة إيش بيصير فيها؟ تصير حادة أكثر. أوكي؟ حين أستعمل فلاشين نشوف الوقت عندنا. عندنا وقت بعد. حين أستعمل فلاشين أشوفوا الفرق. الحين انا بغير زاويه الضوء بسوي شغله شوي مختلفه. شوفونا المصور اللي يبي يطور من مستواه دائما يتعبث بالاضاءه، يعني يغير زاويه الضوء يشوف ايش بيصير معه، يغير بالوضع الطبيعي يشوف ايش بيصير معه. شوف الحين انا احط الاضاءه بشكل مختلف. الحين هذه حط الإضاءة ورا عشان تعطيني touch of light. يعني كم هي
اسوي تيست اشوف ان الشغل اوكي، اتاكد ان الشغل اوكي. شلون داخل؟ لا موجود. اسوي تيست الحين. شوفوا الاضاءه قبل احطها بالكمبيوتر، شوفوا بالنظر شلون. انا متعمد اوريكم بالنظر، الحين شوفونه بالكمبيوتر، شوف الفرق بالاضاءه. نبغى احيانا بالتدريب عشان المتدربين لا ينسون المعلومه، فنسوي حركه شوي مختلفه حتى يذكرونها. شوف اللايتنج، سبيد لايت ولا ستوديو؟ لو اضيف فلاش ثالث بعد، فلاش رابع، فلاش خامس، انا اللي اتحكم بالصوره على حسب الفكره اللي ببالي. زين، سويت شيء بالكاميرا؟ غيرت شيء؟ كل اللي علي بس ثبت الفلاش. ليش سويت هالحركه بالفلاش؟ عشان تنشر الاضاءه على مساحه اكبر من الجسم. اوكي؟ زين، نبي نقلل منطقه الظل. عفوا، ابي اقلل منطقه الظل، ايش بسوي؟ ستوب يور بوزيشن. شوف ماني مسوي شيء صعب يعني. اوكي؟ الحين باخذ صوره ونشوف. هذا اخر تيست لنا عشان بعدين تاخذون شهاداتكم وفي نفس الوقت صوره جماعيه. الفكره اللي بس اوريكم الوقفه الصحيحه للمصور، غلط ان نوقف كذي. دائما تكون وحده من الريول قدام عشان اتحرك كذي يكون اسرع. ما اسوي كذي، غلط هذه الحركه. فاي ريل اللي المناسبه، اما هذه اما هذه، يعني ممكن اثبت اليسار واتحرك باليمين او العكس. يعني الحين قاعد اغير نقاط الفوكس، لازم تكون على العين اكيد. نطالع الصوره الحين، شوف الفرق. يعتمد عليكم انت وفكرتكم. يعني انا بدي اسوي لكم عملي اكثر بس الوقت مو مساعدنا وايد. ان شاء الله نوعدكم شيء افضل. اختلفت الاضاءه ولا نفسها؟ شوفوا الحين الاضاءه، شوفوا الفرق. غيرت شيء بالكاميرا؟ ايش رايكم؟ ما غيرت ولا شيء، بس غيرت زاويه الضوء. ضبطت شيء بالاضاءه؟ فيعطيكم الف عافيه، مشكورين على حضوركم. اتمنى اني شكرين ما قصرت، شكرين ما قصرت، يعطيكم العافيه. Thank you so much for your help. اللي يبي البزنس كارد عشان يتواصل معي يقدر يجيني يعطي البزنس كارد، وانا حاضر لاي استفسار في موضوع التصوير خصوصا بالنسبه لموضوع نايكون. نشكر السيد بهاء الدين القزوين على هذه المحاضره، ونود ان نشكر الجميع على الحضور الكريم، و يرجى التكرم باستلام شهادات الحضور خارج عند منطقة الاستقبال، بالإضافة إلى الصور الجماعية في منطقة الاستقبال أيضا. وشكرا. في الإمارات حاليا لا، برد الكويت، بس عندي يعني بين فترة وفترة يصير عندي، فتابعني بالانستغرام، موجود بالانستغرام. في عندي ورش في الإمارات أو بالخليج أو في دول ثانية. حياك الله عزيز الغالي يا استاذ. عليك السلام، حياك الله. زيد الشتر، زيد الشتر او بعد الفلاشات على الباك جراوند. حياك الله، يا اهلا وسهلا، حياك الله عزيز الغالي، تفضل.
حياك الله، يا مرحبا فيك. هلا سي سوفت. دش على النت تشيكي، اخذي كتاب هذا تشيكي، لا تسمعين كلامي. مش انه الفلاش شيء ولا ضائش، في هاي قاعده عامه لكل اخوانك. وليش انا اقول لك اخذي؟ شوفي دائما اشتري كتب واقري، الكتب افضل من النت. انا دائما اللي وصلني له